بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا شقي ما هي قدرته مدن ملك استوى عالم كنا قد داون إنسان كسر دوادها برنامج كفرنقين تا سياسة دا أو حلية دا نقلات كدا وتان تلفزيون سومالي كابل برنامج كان وست توسا عاد نقد داون إنسان وح كسر قادم تونا مدد الدولة دا فدرال كسومالي إجرتي جارهان حلقي وحلك لوريجي مدحوينا محمد عبد الله فرماجو محا قبصومي محا اسبدله يمد محا اسبدل لغا كينين محا دليلة محا هرومرا ايه انو كسو قادان دونا وحا برنامج كيغالا قيب قادان ايه ان انكم باللابي مركو هوري حلبانو اقونيهانو يسياسين ايه برنامج كيغالا قيب قادان ايه مركا ان هدي ان مدمدد كووت المامو عبد الرحمن حاجي آدن إبي وحلبان كترسان بارلمان كسوماليا هورينا وحا اغسو قيب قاتي ان حكومتي كلا دوانا ايه دالك سوماليا او وزير سو نغدي وزيرك كلاو ميسيق ايه خيرات كبادا ايو وليبا حلال كلاو كلا دوان ايو كسو قبتي دولدي كلا دوانا هدانا واح اللبان كترسان بارلمان كسوماليا وحا كلاو ايه لقيب قليا علي محمد فارح علي سيكو او كم حلبان هرأها هدانا سياسيين تا ان كم ايه سوماليات وحا كلاو ايه لقيب قليا قويان سوماليات اهنا فلانقاياها سياسة دا waxaa lagu magacaabaa maxamed nuur qalimo maxamed nuur qalimo runtii falanqeyn badan oo dalka dibadiisa gudaha ka sameeyay caawana waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho waxa ay la qayb galay dhalinyaro wax ka baratay jaamacadaha Soomaaliya oo runtii xagga aqoonta siyaasada iyo tan maadiga intaba wax ka yaqaana waxaan markan jeclahay inaan barnaamijka guda galo anoo ku bilaabaya marka hore دولت سوماليا سيدي فبروري ايا وحا اسبدل وكيمد حلكي مدحتنا مدى سوماليا وحانا حلكا سلو دورتي مدحوينها حلقان حلكا هيا محمد عبد الله فرماجو وحا حلكا كلوريغي مدحويني وهراء مددا افرت سنة سوهاي حسن الشيخ محمود هدبا ادبا لوغو رياقي مركي مدحوين محمد عبد الله فرماجو حلكا قبتي هساء هاتي داتكو مسيدي با ومسيدي با ورياقسين مثل اسبدل باكويمد عاول برنامج كأيينو كفران قيانتونا وحي واناقا ومدداتي لسامي يوحي آن لسامينين آن كوب اللاو حلبانك حلبانة إن مداما آد إن كم يدهي دلتكي دورتي مدحوين محمد عبد الله فرماجو وسريز الوزارها عدد كسيي إن هنكي دتكو لهايين ومركاسي أسوا بمبحين بالمركة هوري قودهان وحن نغورنتها وحي آسلا دهي اسبدل أي دولتو كانت. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ورتوا طابق دير وأبا هن تفاصيل بدن لقب حيو. دي بوليتيكال أناليسيس ونال جوجنا حام فيلا يا إنه سكنت بدن وكل توح بدن وككابي كرو. الدولة رالي كان نقدم. لكن إحنا عادينا from 8 February to 6 February. لما عشوا ما كارسن دورشين مدحونا. الدولة رالي كان نقدم. مركل السمي. لكن إحنا من سنة هاي أهنا مكتب بروسيجر جرا دون كده لقيا غنا بوليتيكالي واحد دعو. مدس كوبان السند يدروفها دولك سومالي كجرة وحد مودا إن دولدو هنقات كدو أدو ونكسين وارسيدي ونكسين مركان لياي ومركي رنتي يقول ريسي أو برنامج مدحوينة إيه برايم منستر إيه متقانا قدميس بارلمانك إيه بارلمانك إيه قولي وزيرة هاد مودا إنه يطبق وضا سعودان دريق وضا سعودان لكن مرور باللمو هايو أرتكال دوراشو تحسن وح كل لسان سياسة دقرنك سياسة دقدوك ربع كل لسان هدان اللي هي اللي أرتيك اللي دون وح ما سحمان أروك اللي تدك خلط بكيف عم سين وإن له لا ضد كسهور جد فكر كذا سأسس سحدي معني وبسيشن كم ما معني هذا إن ويان بفهم هدوس أنا يكون ديستراتيف هدوس أنا مل باب إناية هي ملدي يو أهميتي وجدتي لقلا قرني ماذا سومالية وحنو أركان إنه يهولك secondly ولما عند عروق الشيء أو مد ولين الناس كذي زنوجاية وانصرت كذا ما يصيرن أو أردن لما شيءين أما السعودية لما شيءين دولتنا it's crawling وأقولون إذا هذا يكون جت حل لما تقعنا وحقبش هذا لما يستركا لما تقعنا وحياه وبدنا إبرانا السنة يكفى هذه السنة وأنا قلتي أنا كنت أنا أركعيو سدي ورطة سأقول شيء ثاني سدي تمسنا حل بنا at same time لوري تمسنا وزير بنا الله بس نديبت برايم منسر بنا أرتب بدن إيه وأرنيه بدن بقول له عرفت عقوم ماذا أسأل مجرب ولا تسأل طبيب
نحن المجربين أنا مجربين تبعنا أنا ذكي وده كان أسود جوجي أيده هل جت الوسع ده وقررنا ودكتور برقات دولت بدولت بوديبت دولت بدولت بوديبت لكن حارة نكوش يا جو دولت ده أنت حد أي جوك السنة كأ أنا وحنو هيا إني رضي واحد بدن أو السجاي أي قبته لكن واحد بدن أودبت لكن دور شدي مركل زميني وحن أم علينا يا دتك دورت إني هايان بقول يسديتن يو سجال يسجال بيا هاي ما أنت نوح على شيء جا يا حل دبان ندا إن قاركود أما أنت بدن إني معارضين شدا وحص عدان إن أيك معناها إنسان جعلين ما ديدي إن أي أرنتو شدا أهات ميوح أوك very good good point أديك النفط هذا كاسو قادة يا أركتي هذا كل سنة وأدي بقول إزديت اللي جود دورتي مدة سنة كير مدة إن أنا هلاي لحد تطبعت الروح إجسه هرجده وانضط ربع إن أنا إنتي هركسي في عناده وعلي جود دورتي طبعا وحيد وحبا جري أو ذكاء التمرين أو اللقاح على رأي وعلي التمرين مركز ظروفه ذلك أرتيد حالات ده كل جود بوراته كم السين يسو إن وحدك إكاو ده ربع كل أدوديش منه كل شيء قاعدين أديك هذا هذا قبل أتعيش وقروح البدر وفي عنود بنت وشيء صدق لي هذاي you are the best مركز تقول استوى طبعا عشان كنت أنا حد إختيارك ترى بلا إدغام كان مودا يي ما أحبه وأنا بنأدك أرتديسا نوع عسا بنأدك أرتديسا نوع عسا مركز حواي إديك وهذا سوء فسيري صديق حواي one year قفك أنتو قبنا كرة تبرتيس وقبنا وعكدي من وقال هو كلمية أنا مركز حنقبة ضد كي أوبر نام بحي اسمه دياري waxay filanayeen 176 malaa waa heystaan way heystaan waxa u dhiman waxa waa iyaga waxa laga rabaa inay ku qaabaan inay ku qaabaan ma haday heystaan yaa adiga aragtidaadu waa in aragtidaadu ay warsan way way ragana gogosanaynaa Cali een markii madaxweynaha la dooranayay wasuur rabo Soomaa madaxweynaha markii la dooranayay een magaalada Muqdisho kala ka soo qaado kala een dawladdu een wadadan Makkah Al Mukarrama wadada airport-ka waddadi meelahaas awl buu la mar jiray waana la socon jiray laakiin waddada wadnaha iyo wixii ka dambeeyay iyo dadku waxaad moodaa inay dawladnimada laga sheegayo ama laga ogyahay dhinacan in aan inta badan ba halkaas la ogeyn soo dawladdu inay fidda maheen oo mar hadii gori wasiirada dawladdi ay hal meel wada tahay ma la dhig kara dawladdu hal sano hore u socoto bismillaahir rahmaanir rahim arta libaanka intii aan dhihi lahaa inta badan saa yiri waxaan isleeyahay dowladda maanta jirta 1991 ilaa maanta Muqdisho iyo intii un ku siman yaan taagnay dowladihii isa soo mar dhaadhaafayay saaxiibka EBO sheegtay inuu ka wada mid ahaayna goobjoogan u ahaa marka haddaan goobjoog u ahaa sida uu saaxiibkay u sheegay waxaan is leeyahay dawladda maanta jirta waa dawladdii aan is iraado runtii way soo dhaweetay howlo fiican ay haysaa sababo badan ku timaado sababaha ay ku imaan karto waxaa ka mid ah in wadooyin badan loo sii xeeray oo dawlado badan ka horreeyeen waxaa ka mid ah ku sifaysan tahay dawladdan sidii saaxiibkay u sheegay inay iswada isla socoto oo khilaafkeedu ilaa hadda uu yar yahay waxaa ka mid ah sida dadka shacabka Soomaaliyeedna ka aaminsan yahay annaga aan ka aaminsanahay ra'yiyan inay daacad tahay waxyaabaha ee runtii dadku tabayana waxaan is leeyahay way soo socdaan waxa hadda ay qabatayna waxaan is leeyahay waa wax aan dowladii hore hal sano iyo wax lamid inay ku qabtaan aan looga baro sababtu waxa weeye aw aan joogno madaxweynu intuu dhul soo maray waad ogtahay metaa noo dambaysa lakiin waxaan ka hadlaynaa su'aal aan ku weydiiyey su'aasha aan ku weydiinaa ka jawaab Muqdisho waxaan ku eray dowladda markii la dhisay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare way saaxiibi karaan way iskhilaafi karaan way isla socon karaan mid ma laha laakiin meeshii la rabay oo xasan sheekh uu joogay magaalada Muqdisho xagga amniga markaad fiiriso maxaa iska bedelay walaa waxaan isleeyahay wax badan aan iska bedelay markii laga reebo dhacdadii xanuunka badnayd oo dhacday wixii dowladdii aniga ka mid ahaa sheekh shariif dhacayna ma dhicin wixii xasan sheekh dhacayna ma dhicin waa ay tirakoobayihiin laakiin hadda buu kuma wado wax isku dhowna maaha
horumarkuna wuu socdaa, horumarkana dowladda keliya lagama rabo, san horu sheegay shacabka laftiisa wada. Mar haddii shacabka maanta waxa raacda degan ama huruwaa degan ama madiina geeskeeda degan ama dharkeelay degan oo maanta haddii dowladdooda wax laga sheego oo budadka qaadanayo, waxaan is leeyahay dowladdani dowladdii hore wax badanay daabtaa. Intaana waxay kula timid raadinta kalsoonida dadkooda sida qaabka wax loogu sheegay iyo qaabka loo shaqaynayo. Marka annagoo dhan marka waxaan is leenahay dowladdu horey u socotaay waxaa dhimaan halala qabtaan isle waayahay. Markaad eegto kaleba nin falanqeeya arrimahan waa tahay, marka horumarka iyo dhaliisha marka la fiiriyo kee badan baad is leedahay muddadan sanadka ah ayaan ku siinayaa qalin. Asalaamu calaykum. Marka hore waxaan salaamayaa dadweynaha daawanaya iyo dadweynaha audienceka ee maaragtay horteena fadhiya. Marka hore haddaan u mahad celiyo Somali Cable ee caawa ugu caasimay anigoo Muqdisho jooga oo fasax ku jooga inaan kala qayb qaato barnaamijkan, waad ku mahadsan tihiin. Marka labaad, waxaan u mahad celiyaa dadweynaha igu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho, family and friends, waxaan idin leeyahay waad mahadsan tihiin. Haddaan soo noqdo jawaabtaada, ama aan tixraac ku sameeyo asxaabta ila fadhida ee aada mooddo inay isku wada feker yihiin, run ahaantii dowladdani muddo sanad ayay jirtaa horumarka magaalada jira. Anigu saddexda madaxweyne isku xigta ay talinayeenba magaalada waan imid, waqtigii Sheekh Sharifna waan imid, waxaan kaloon imid waqtigii Xasan Sheekh, haddana waqtigan waxaan joogaa Farmaajo oo hal sano waqtigiisi ka baxay. Waxaana markaan hadlayana waxaan u hadlaa qof mucaaradan maahi, muxaafadna maahi, laakiin waxaan ahay shaqsi Soomaaliyeed waddankiisa doonaya inuu horumar gaaro, constructive-na ah, I'm not destructive, laakiin waxaan ahay inaan runta sheegana dadweynahana daawanayna ay runta ogaadaan way fiican tahay. Haddii aad adigu isbahaysi ka tirsan tahay, dabcan waxaad fiirinaysaa positive-kiisa iyadoo aadan arkayni negative. Haddii aan dhabta ka sheego, magaaladan Muqdisho ee capital-ka ah waxay soo martay waqtiyo aan la isu gudbi karin. Waqtiyo waxaa jirtay dhawaaqa xabadaha ayna ahayd wax lagu seexdo laguna soo tooso, laakiin rag baa kasoo bilaabay from zero. Magaalada Muqdisho oo 120 ay dowladdu ka haysato tii Sheekh Sharif, waxaa ku soo xigtay Xasan oo yimid magaalada ay wada xorowday, laakiin intaas waxay ahayd progress ay soo sameynaysay oo kaceeda uu soo socday. Markaan hadda u kambeergaray halka sane ay joogeenna, hawshani ma aha hawsha ay qabatay dowladdan 8 February la doortay keliya, laakiin waxaan leeyahay at least waxay ku taagan yihiin waddadii ay doonayaan inay horumar ku gaarsiiyaan. Laakiin xoogaa hadda markaan waddanka imid iyo siyaasadda Soomaaliya markaan hadda fiiriyo, waxay ahaayeen asxaabtan timid ee dowladda u talisa sideeda waa party ama group isla socda. Groupkii isla socday isla yimid ayaa xoogaa shaki dadweynaha iyo sida hadda media-ha soo gashay ayaa waxaa ku imaan dhaba burbur xagga sare ah. Waa group isla socday, laakiin aad moodid campaign-igan board of directors-kiisi ee laga rabay in ay isla shiraan go'aamada campaign-igana gaara. Haddii shirkadaas uu ku bilowdo in board of directors-ki ay iskhilaafaan ama qaarkood la ergiyo ama ay iyagu dhexdooda isqabsadaan, campaign-igaasi sanadka dhammaadkiisa lagama filo in horumar uu gaaro ama production fiican uu soo saaro. Hadda xoogaa dareen waxaa galay gruubka isla yimid oo ay Fahad Yaasiin iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo taabidka xagga hadda tegey iyo waxay ahayn gruub is wata siyaasad u soo halgamay, koox ahaa ku guuleystay meel bay wax ku wada shubteen, laakiin they are success, dowladdii yimaadeen. Hadda waxaad moodaa in iyagii board of directors-kii dowladdii Soomaaliya ah isqabadkoodii inuu bilowday waa wax qarsan. Taabid wuu baxay may taabid wuu baxay, wuxuu ka mid ahaa nimankii barnaamijka dhankaastay ee hadda macal Farmaajo ahaa advisors-kiisa ugu waaweynaa koox la socotay. Waa haddii sahaysta sida media-an ku arkayno Fahad Yaasiin iyo ra-iisul wasaaraha mid unbaa bixdo next 2 months or 3 months, labadooda islama joogi karaan, waana bixda iyo midigta madaxweynaha. Marka waxaad moodaa in campaign-igii aan ka rabnay the end of the year inaan maxsuul fiican ka helno, inaad moodid isqabsiga inaan bilowday arintaas ayay xildhibaan good waxaan islahaa goormu kugu soo wareejin doonaa laa waa ka codsana xasacado xasan waxaa moodaa waxaad raadinaysa inaa caawa inaa meesha ka weyn doonta markii xoaal halkaas u socda waxa way aas lahayd wax dowladda kasoo horjeeda helaysaa waa runa beryaha media ka maqneen, laakiin suuf mataqaanaa u taxliiliyay walaalkay qalimow it's a fact mediahana wax abuura horta media ayuu wax abuura
qaladaadkooda iyo saxdooda inay fiiriyaan oo xisaab laba daba joogaan la rabo oo shacabka Soomaaliyeed metishana waa ragga walaalkay ama saaxiibkay uu nagala joogo dibi marka waxa weeye waxa ii soo haray khilaafka khilaaf laba qof hadday wada shaqeeyaan waa iskhilaafa laakiin khilaafka laba kala ah khilaafku waxa weeye midna haddaa adugu hadda maanta aad meeshaan adaa hadda waxaan wada adaa hadda hawshaan wada adaa ka ah madaxweyne tan hadda annagana waa joognaa oo waad nimid haddaan ku niraano saa u fadhino waa qalab oo aadna tiraahdo maahane waa sax khilaaf waa bilowday laakiin yaa iskaleh go-aanka adaa iskaleh maahane waa sax sidaa u fadhina haddaa tiraahdo waa inaan kaaga dambeyna marka aan dhameeyo marka waxa weeye arrinka hadda media buunbuuninayo khaas ahaan social media ee ah fahad yaasiin oo agaasimihii madaxtooyada ah iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyr ishaya anugu waxaan is leeyahay waxba kama jiraan waxba kama jiraan ismana hayi karaan midda kale oon rabo inaan sheego walaalkay aan uga soo horjeedo waxa weeye dowladda maanta meeshaan soomaaliya ka jirtaa xisbi maaha xisbi maaha niman wada leh oo iyagu ay gooni ugu xirantaana anuu ma ogi mana jiraan mana dhici karto soo dhowo wayahay aad baad umahadsantahay waxaan rabaa markaad eegto xukuumadda hadda sida muuqata sharcigana waxaa noo jooga oo ka jawaabi doona waa ibi taliyihii nabad sugidda muddo badan ayuusan magacaawneen taliyihii booliisku ma magacaawan wasiiradii qaaran magacaawneen wasiiradii qaar baa macnaha shaqadoodii laga joojiyo oon weli la magacaabin waxyaabo badan oo noocaas oo kale ah oo sanadkan dhacay oo dowladihii hore aan lagu arkin makuu muuqda jawaab horta waxaan rabaa inaan ku noqdo saaxiibkii hadalka uu yidhi ahaa miidiyaha ama hadalka la sheegaya ma jiro war jiraba akaanu imaan doonaa waa inuu next one month or two labadaa inuuna mid bixi doono waa wax jira laba libax meel islama joogto waana maalintaasaa wada sheekaysan doonaa haddaan waddanka sii joogo waa saadaashayda one of them should be gone waa inuu mid tagaa waayo labadooda wax mid walbaaba waa midna dhanka bidixdu ka waan la heshiin karaa waa hadday iskartaan annaga laftigeenna ukaadi annaga laftirkeenna annaga haddaan shacabki nahay waxa dan noogu jirtaa dadkii wada socday inay wada shaqeeyaan oo board of directorska ah oo shirkadan soo samaystay ee ugaanka qaranka ah inay noo shaqeyso haddaan shacab nahay horumar gaarnomarkadambshirkad ama laga fiicanyaho madaxda ixtiraamka ay leeyihiin amaan siina just comparison yani waxaan leeyahay haddaad koox tiraahdid iyo haddaad group tiraahdid iyo madaxda qaranka aan iraahdo madaxda qaranka waayo anigu mucaarad maahi muxaafada maahi laakiin waxaan ahay nin runta u sheega shacabka shacabkana u hadla horumarkana uu taabanayo intan in ka badin aan ugu imaadana waan jecelahay laakiin goor muu imaan karaa markaan garto kooxdan isla socotaa bal khaladki dhacay oo baast waana dhaafay kaasi inay issaxaan si afarta sano markay dhammaystaan horumar la taaban karo aan u gaarino arintan kaskabsigoodana nooma arintan markaa see kugu muuqataa taliyihii nabad sugidda wax badan baa weli muddo dhowr bilooda aan la magacaabin mise xildhibaankan siiyo kaa wasiir waxaan ka imid waddan ama reer galbeedko dhammaan idhaahdo hadduu wasiir is-casilo ama shaqada laga eriyo within 24 hours in la buuxiyo because waa jago bannaan qarankuna u baahan yahay mar hore aheed in la buuxiyo wasiirar badanoo is-casila isla markii lagu dhawaaqay aawe wasiirkii difaaca qaranka kaaswaa la buuxiye laakiin meelaa maqan runtii labadan jagana waa muhiim waa nabad sugiddii iyo booliiskii qaranka labadooda waa very important in la buuxiye ahayd wasiirka oo qaaftay arrimaha diinta madaxweyne inuu mar hore go-aanka gaaray ahayd qofka ku kalsoon haye ebe macnaha markaad sharciga ka fiiriso arintaas sharciga markaad ka fiiriso dhalinyada waan siinaynaa wayna waa waqtigiina aad helaysaan muxuu ahaa sharci markaad fiiriso taliyo dhan laba taliye oo taliyayaashii muhiimka ah waddanka ah in ay ilaa hadda
ماخذ مرينا سالوا بلد واقف بدين سما بلي لا تتضبعش أنا كوتر ماي وحن ربع حس ورطها وحد كوتر تقياسها أرطة تليها جودة إذا ما دخلوا كسيد الصومالي دوا مدحونا هي ورطة حن رينا عندك كأشياء ومدحونا إنه هي تليها جود إذا ما دخلوا كسيد الصومالي تليه جود بقى وحكومة قنا جبلادي دلكة وأكتر مركز أقول رسي أنت بريها ندم بدوري ندم بسوي دلنا يودن مدحونا from بوساسو all the way down to Gurael لكو صومالي إني أدو يرد وأجرن مدحوني الصومال حسن شق بوتري شق سيرف بوتري عبد متقن عبد الرئيس بجوهر وتري بعده بوتري لكن ديار ده كتير لكن إن جيت كديارا تشينيسك يصور أحمري تولوينك يدقموينك يقو مقالوينك هنا وصومالي وأنا تليه جودة عندنا كقرب كسيه صومالي الساعة على جربة إن أم جعابه مركو لا تشتو قولها أمني كقرب صومالي يكون وزير هذا مقرأشها وكم مقرأ هولها صورا نفته وحكم التهي شورده بقانا سالوس عتبه الدستور كان قرنا يا تلابك استوى القاضي هاي وإن لغو سلايا شرع هذا إسلامك بقى شورده كم بتاعي ودكتور لو سمري واحد بدنا نسكب تري قبل الجدود أوجد أديك أتقاني وصلنا جميع هيستي إيه ما أنت مدحوي نحاف وعلى هذا فني يقل مدو ما أنت ماشي مرة يس خمسي وناج شرفت إيه وحكي سو زيادة كركتها وحد يكتير مدحوي نتلوين ماشي كسوق قاتل نعكرته وحلا جلس التلوين بقى حد يكتير يسدي لها أنت تفضل لهيت ودوحن كهلاب لها madam at all the way down from the golf wa badda ugu waa geeska cadan way kasoo baxday ilaa inta ay socotid bartolooyinka badso waxaas waan ku mid kale ku sheegay taalacad police ka sawir socotid moogi generalada maanta haya anuu waxaan maraynaa police waxa ka maqraba marka maanta general muxtar baa haya hadda taadta boo shimid kale ku weydiinay ma qowda oo kaadi raamaya ma ha hadii aad tiri madaxweynaha maqna dagaal hadaadin ma ma hadda taadta tiri madaxweynaha maqna وزير هذا يقوم هذا أيام مقر وأوصل صعدة وأقصينا إذا ولا قرحة أنا قصينا تلياش الجنرال هذا ما أنت الجنرال مختار ما بوليس كهست جامع يا عبد الله ما تقع إنه مسكوت هست وضد كي ما أنت لوني بلها مشواي مختارين كقفي عنو ما أنت كقوم ما تقوه أرسلنا ما بالله هذا أما كوك أمالي بجوا قومك بلادر هست أكتر هذيك وسلاذ هاي أسأل المجرب ترى لكن سر اسمه لقوم مقعد وقوة هذا جس وقوة هذا مركا مقع عابسك اللي حرادين إن الشقة دي هرت ما صعتها مثل ما صعتين ناس ورسلناه ما ندى الشقة ده صعته واحد أقول بعده قف إلا مقع عابو كرادو لوسي دجيو واحد أقول بعده ملا شرع قد الدستور كقرن كسوماريانا مرة هايو مدة أنت أصلا يصير برايم مينستر كي مدحوين أيو مدة كم مدحوين هذا خلاته أفترض شرع عشان كم قرن كده برايم مينستر صدق برجوده لو مقع عابو وين صدق برجوده لو أنصحيه أول شروطه دستور كقرني لكن مين تلاقي أيضا أيو كورنيل كوميشو جوجي أسكر كوميل واردين أيو مين هذا اللوحة لما تيو عكوسها الوزير هذا وزيرك أوقافت يدينت، وزيرك جرجر، كرتوا معنا ذاك أنا مبرم، بقول وزيرك إنك تلا كرتوا ولا وزير، كبر رأي ذا عز الشيء، وردي حزب جب كواهير، ودورته حد صار بستين، وما ما في عنا أو شرف هي بدي قرن كل هذا كل هذا، هذا أنا قرأت إنه أيدي عز الشيء، ما في زمان، بس كذي حاضرتا كو يلا ما تروح، ودي جرجر كذا شقيه، وشق بارود ومراحك زيها، أيها بشقدي وضم هل وزير ما هي، كو لا توزير أبو جوتو شقدي بلف عليه مرة سامة، هذا بكسر في عاده، قبل يوم أنا مقر، وقفت يدي تروح حاجة وزير دولي عبد الحكيم بجوا، وزير قعينك يوم دوبه بجوا، وأجلس معاش ولا قد جوجي، ودي شقدي مدار جوا، وحن كده رامي هالشي. وحيابها لطابن كرو رنت إن لطابت أبان دلوا عيدها دلوا عيدها مركب أوريس مركب هذا معاون أنا مركب أوريس أنا هيا ويلم بكو سوى مرت التاريخ ذا إنتي دولة محسن يا الله يرحمه كدم بيسي دولة دي هذا سوى ذا شوردن مركب لقاها الأرمى حجك ودكت اللي بعد بعد سوى ذي كوفتي سمع هذا مرخاتي قال ما ترى حد أكتة وزارة أوقافتي دين تاني كقولة ستي عالم تقارن مرخاتي ويجي هاي ولكن مرخاتي ويجي هاي اللي كقولة ستي إلا ما ضح بنايو حجك أمة الصومال اللي يرادو وحملاتك وقف صحنا الدولة ده فرماجو يحس على خير وحي متقن وزارة دي أوقافته أي كل واحدة حملاتك حجك وبنائها ست ظروفها حجك أجيرة أنا كحرمينا أنا كأقول إنها حرمينا يا أي محر ترى جديدة تمية جديدة تمية ما هي جديدة تمية ما هي كقول رسالة قبتنا نعم جديدة مية إيه أقوله يا مركي كامس كامس ما يكمل وحر ما أي برخاتك أنا قيب سن ما هي قيب سن مع قيب سن بكي كي أربينا وجوجينا هي تام كربينا ما هي كي أربنا هدي هدي أنا قاعدو أنا كده دورت وريان كلها وقتها ومرة مرك معلك هذا نواه يدو قال إذا يجوا قلت له وحرمنا ما دام وزارة أوقاف الدين تا أيضا برايم مينستر كذي مدحوينه الحرمانة يكونوا هذا السرد كان حشكة وقيمين ومدى الصومالي وقرح ما دي بيقصوا حجينا قالوا في عرق قرصة قيسان ولا جارسينا
وحكى وراسون الله سمي الله معناته وزارة برك وزير كم قرأ محيش قادر وقبت حتى وش قف في عدد قبت طيبة وزير كذا وقبت هذا ما ستة هيا قلمو واحد بدنه وناجا والله شيء هذا هو هيا يقدروا حندرن سنة هاي إن بهيسي كجيران positive to the government wax walba wanaagsan laakiin aniga kale waxaan ahay nin dhaxdhaxada wixii wanaagsan noo qabsameen sheegaya wixii aan noo qabsameena sheegi doono ee waxa waxay faa'iido u tahay in madaxda qaranka ay ka faa'iideystaan points ka ay qaataan ilaa qofka ismooga mucaaradku sidii saba mucaaradmati laakiin markaad sheegto inta jirta waa dhisaaba dunida mid okay waxba dhiseysa because waxaad aragtay waddankaagu inuu waxa ay waxa waxa u baahan yahay madaxda qaranka hadda dariiq u mariso sida media ama meesha doonaan ama qoraal waxa laga yaabaa in ka faa'iideystaan shacabki loogu gargaaro leh wallahi waa run intaasi meeshaas waxba kama oo dhalishaasna waa ka tartabay ka faa'iideystaan taas waa oo galbeedka ay u leeyeen opposition iyo maaratiye conservative okay hadda waxaan sheegaynaa oo dhan ma aha inaan ku dhaliilayno laakiin waan u bidhaaminaynaa si ay arrintaas u qabtaan waxay shacabku qabaan ha iyaguna sanad afartooda sano markay dhamaatay ay ugu noqoto credit ama wax dadku ay yiraahdaan waxaas bay qabteen waxaas hadda wali chaniski waxay haystaan saddex sano hal sano ka baxday markaan sidan oo kale ugu sheegno wixii ka xun wixii qabsamay ama waxa u baahan inay dadku ugu qabtaan waxaan waliba anigoo kaloo dibadda ka imidoo kala qiyaasi kara sida ahayd magaalada iyo markaan soo noqdo siday tahay qofkaasoo kala runta sheegi karaba laakiin qofka dhex jooga ma dareemi karo laakiin aniga waxaan isku qiimeeyo wartoo ka hor sidaan ahayd haddasa waa sida ebi sideed tan waxa dhabana ah laakiin ma shugu jooga difference ka ma dareemi karo laakiin anigoo kaloo imaanayo madaxweyne xas ee shariif ka yimid arkay siday ahayd hadana yimid laakin laakin qaldan oo sheega wanaag badan oo diintii oo qaabtii xajkii buu sheegay adiga koow iyo laba laga rabaa laakin xisbi waa laga mid noqon karaa xisbiga taliyaha hadaad kamid tahay waa kaama nooc inaad wax uun ka sheegtay ruux laga xisbiga taliyaha uu kamid yahay ama gruubka qaybtiisa gadaal ka mid yahay ma shatiin waxaan sheenayna dhalinyarada raad aniga labadaba kuma jiro waxaan ahay dhaxdhaxaad wixii su'aala aan macnaha waa la idin si karaa mikrofonka insha allahu taala hadii ilaahay yiraahdo barnaamijkani waa barnaamij su-aasha rabtid aad weydiin karto muddadii halka sano ahayd ee madaxweyne farmaajo iyo dowladda federaalka soomaaliya ay jirtay maxaad isdhihi kartaan maxaad soo jeedinaysaan dhaliil iyo ammaan maxaad su-aalaha soo jeedin kartaan haye magacaagana ku bilow bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin magacaygu waa kaamil cabdimacow waxaan ahay dadkii muqdisho ku dhashay kusoo barbaaray ilaa haatanna jooga horta dowladnimadu waan u wada bahannahay cidna diidi mayso dowladdu haddii ay wax saxdo cidda ay u saxdo waa annaga ee anfacayso kuna meel maray wanaageedana britoo la dhahay dadkan waa dad guulo fara badan gaaray hadday wax qaladana dadka ay wax ka hallaabayaan waa annaga marka annagaana looga baahan yahay inaan noqono muxaafid wax dhisaya iyo mucaarad wax dhisaya labadaba mucaaradka wax dhisaya muxaafidka wax dhisaya waxa weye haddii aad runta sheegto dowladda waxaanay ku saxan tahay waxaana way ku qaldan tahay waxaa xaqiiqa ah dowladdu halka sano ay jirtay waxyaaba fara badan inay samayso oo wanaaga waxyaaba fara badan oo qalada inay samayso waxaa ka mid ahaa wanaagga ay samaysay in walaalo soomaaliyeed oo dhibaateysnaa laga soo daayay dalka dibaddiisa waxaa haddana dhibaateed in muwaadin soomaaliyeed la dhiibo iyadana dhibaato ay gashay ahayd dowladnimada halka sano ay jirtay marka haddii aad dhahdo dowladdu waxaasay soo daysa wanaag waay qaladka ay samaysana aad ka qariso waxa weye adigoo hadhowta qarandumiskii baa qayb ka tahay adigana markaa qarandumiski baa qayb ka tahay haddii laakiin maalin walba aad waddada la soo taaganaato dowladdu waa xunta waa xunta waa xunta oo aadan u sheegin laakiin waxa ay ku wanaagsan tahay sidoo kale adigana qarandumis waa tahay marka dowladdu wax badan way samaysay laakiin waxaan rabaa xildhibaankana an yar weydiiyo mudan xildhibaan waxaa dhahday way maqan yihiin taliyihii booliska taliyihii nabasugida waxaakeed wasiirkii diinta oo qabta laakiin bedelkood waa la joogaa oo shaqadii waa la wadaa haddiiba bedelkiisa shaqada uu qaban karo waay shalay loogu magacaabo intaba maxaa taliya nabasugid loo magacaabo haddaan loo baahnayn oo booskiisa ku-xigeenkiisa uu wadi karo maxaa loo magacaabo taliya boolis haddii shaqadiisa ku-xigeenka uu wadi karo maxaa loo magacaabo wasiirkii sidoo kale si kale aan ku dhaho intaan madaxweyne farmaajo la dooran waxaa la doortay jawaari baa la doortay jawaarina waxa weeye sidaan naqaano guddoomiye baarlamaanka ahna madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeen wuu joogay maxaa madaxweyne loo doortay muxuu shaqada u qabo waasiga aad baa umaadsan tahay waya aad baa umaadsan tahay yaa kale su-aalaha waa isku xijinaynaa
وأنا أسكح شيرة إن أتي لا يرادو نك دل نكان دل يرادا سكان إيشي مقع أكو بلاو ورين ما هو السلام يا ندم مقع أكو بلاو مقع وعبد الناصر عبد الدهر وجاس نحاقب سؤال ضبطها ما تنوح اللي هلاي أو كؤادن معناها طبعاً واحد تلياشان مكان إيقاب كود أنا وحاقة بقى دليل وين كؤادن حيل كان لقاعدة صوبته مركي وحير دعان وحال بدلها شنت إلا لحت لي شن إلا لحق فوكره معناها مركي ما بيك شنت إلا لحت أستلي أقول له بدلي وحقولها هاي خبرت وحن سوودين وحي أركان وحي ودعي وحن وحكي فكري كلام بري إيقاب كل واحد لنا مركي هم سووه بيرتاع إن ما كان ما سود جوجي هرتوا ذي حكود دعان هدي اللي بدروني من عصب لك أنا مكولتها إنه ما كان عصب لك أنا إن ما كان خبرت أقولها إنه ويا لندونا مركي دار مرة وحي أركان اللي بدلي تومر شمر بس كده شو حكتي ما كده يرد دريش أصلا أجيدني إن شاء الله واي هاي هاي بسم الله مقعي وعبد الدهر جراد وحن كميدة هاي اللي أنت وربعين تمقدشة كهالو كشيء مركي وحن دبعا درين سنة هدوضو إني تهاي مددها هالك السنة ده دولود فرماجي شقينة سوء دولود دليل يا أمان حليبانك وحبادن وحكسو العلي ورباهنتا وحير هذي سا دليل وكلي مركا عادتان وحا أنجعلان أقو جوابو ورباهنتا مروا لبا وابو معارض ودولود وحي قالدن إلا صحو أي دبعا تيد تهاي مدك اللي حربنا كهالدو مدحوين فرماجو ومدحوين هدالكا مدهل السنة ده أيها الدحلك هيا أو سديد فبروري أيها سودو مركا درين كدت كصوماليين نهبين كلا دورتي رنتي وحقاد مدحوين كست الله دورن لها أي دت كوجا درين بدناين مدحوين فرماجو أو مدحوين مركا الله دورتي مركا الحكومة أيها سودو سي أو مدحوين دبعة الوزارة مجابي حكومة أيها سودو سي دولة ويد ويد ميسترنتي مدهل السنة كدي بقى قيمت عن سمين كرنو درين كدت كهبين كي كجري waxa wax badan runtii iska bedelay waxa hadda ay taagan tahay sababtoo ah waxaan arkaynaa wiil ama gabar Soomaaliyeed oo habeenka aaminsanaa in wax badan wixii uu ku naaloonay oo caawa arkay balse hal sano kadib waxaan aragnaa intii oo kale ayuu ka sii fog oo dareenkoodii intii oo kale cagsi ahaan uu isbedelay oo aaminsan runtii in dareenka habeenka ku jiray waxa laakiin waxa laga rabaa waxba isbedelay iyo cagsi isbedelay waxa ka fiican sidaan iyo sidaan iyo sidaan ay dawladdu ku amaanantahay sidaan iyo sidaan ay dawladdu su'aal xildhibaanka jooga siyaasadda jooga waxaan weydiinayaa su'aal waan jecelna su'aal weydiyo su'aashayda waan u soo laabanayaa waxaan rabaa inaan dareenka guud cabiro taas taas ayaan kala jeedaa balse marka aan ka hadlayo waxa isbedelay dawladdan markii dawladda Soomaaliya la joogo waxaa jira caqabado fara badan oo dawladda hor yaalay oo la dareensan salaan waxa kamida wadanka waxa ka jiray xaalad amni shabaab ayaa wadanka heesta dawladdu maxay ka qabatay shabaab dhulka ay heesatay wax ka badan oo hadal dawladda ka qabsatay inta dawladda jirta ma jirtaa masuqmaasuq dhibaato ugu weyn labaad oo ah dawladdu wax ma ka qabatay ilaa hadda wax masuqmaasuq dhaqaalaha dalka wax laga qabtay ma jirtaa iyo waxyaabo cusub oo dalka lagu soo kordhiyay inta dawladda ay jirto su'aalaha ayaan jecelnaa weydiiyo wa ma sata haye xildhibaan ebe لا لكن سيوكلا هريين ها كامل يا عبد الناصر يا جراد كامل وروتيس وحن فيلا برنامج شدو كهرلاي وبرنامج شد أصابينا حكومة لكن دوا كفر حسنا يسوح نباتو ليلة بدمه وسكينين وأرنتي إن وعي جيرة إنه كعبري أرتديس أي سعد مرك أنا هذا ما جرنايو مع كامل هذا أن سكون أنا أستغل أنا سكون لابس هم ما قرناه ما كا وهم هتعلنا يا لكن وحربا صاحب هذا الكلام مود حواير إنه يصير بيبي يرسميان ومودسي وروح سن وأقول لكين سي حواير يهربين إني ما دام مدني كوريا أنا مرك أنا كي أديك أستغل حصلنا لقانا أفكرسكو حلو بيرا what makes news is news هدارة إذا ورسمي سيد ورك هدوس بلغ لهن بلغ واتق على سماح ورك أسوف في عن مركز مشي كرس وين حواير وأنا راعي سب بركي بركي كمان الكوان كتير ما عنده نيجي كوان ليه يلب جيرة مسيرة مسرر يفير يع مسيرة يقرب مسيرة وإنه سيا قرب كي أقول لك بلق راعسهم أما ما يلب يكسر وحكي سو جوي يروح راعي واه وريه هدوس بلق أسرع إنه وركي سلمت يجي سرعي مركي عارف وكو قربها إني متى قبل ربي شيء نجير سعيم كي قلمه إنه حرم إنه هرس أسرع سو وانا قلمه إنه قطه وقطه إنه ورك الصعدة كم يديم وركي بلقها وكنتي صحافة أوبا أنت إلا أخرسه وحيرة عند برا أو بريال وصادقي طويلة سنة معلن كها دكتي عن سلسلة وين برا الله ونحرسني كنا جرنا فلا فلا أقسمها أنا يقول واحد عدد هذه مقدشة أنا يوسف جرا يسكو معنا بشقة أنا راقر سديتي تدوب هذه لكن حقيقة سكرتها يوتيوب كقال هاد وحركة سو حلو قل لي
قف كشة كيرة زنجبيل شعون وده هذا في عنانا علاش هذا في عنانا سرقنا هذا براين قرص لقى هذا وقت قاعد عرك ما هذا كرو فيرنا وحنا لقورة قبل كلا سوكر سحق كلا زنجبيل هول لوان والله يقول الصباح ده هذا مين اللي قاسو هذا سررت بركي نيو البلعوة كسمعنا بركي هالك مرة عادي كل سيسيد أيه ده حوصل عاي 5 سنتس بركي 5 سنتس كسمعنا وحوش هيك تاه ونو في زي يوتيوب كقلب الرك بيتي وحنا كلا وصل الله بركة بوينتينج اسمه عربة وأن سارب أشياء جاي لكن سو أشياء جو حجاير لها هل ما كقوله أنا أقول هاي والولي بقى كم مغضى لا والولي كم مغضى حكى لما هدي وليش عبيد كم تعجر هدي حير كامل عمر أنا هذا لوب بحنا بتقانا تلياش سو سبع سنين هذا تلياش لوب بحنا أو يتلقي حيوان يكون في لين بحنا لسه ما جعابي بدي هل نكون صح هدي هو يدا نبته وإذا لك هبرت على كيرو أبا دور هبرت مرة بقولي كراسو ما لكن علمي يرى هذا هو يرى هذا الشيء وحبه هاي قف وكلنا وكبرنا إلى عليه صباح مرك أسوأ ليه كان مرة بو أي لكن وكو خصمي إنه هبريرته كانوا حكسين بالله بحاله ده إذا علمي حكسين تو إيش يصير بوقتها لكن وكم عارف كذا دواس كذا فكرة وحكي له الله بيعمله إنه ماشي جوجو علمي تكرر صدوه وعز إلى عليه دي دين كبر علمه شقك لو ما قبته إن دي سوق كريس ولا بدين مرك إذا ما نجور شقك قبرنا والله ما مرمان لكن كير كذا ناقة شو تليه تليه كحجين تليه جود تليه سر وحبه ناقة لمش مرك والله ما قاعد هنا لكن دق دق سيدنا عرفت عيتنا التعجيل عمل الشيطان دق دق وعمل كشيطان مرك دوم دحينها اللي هي وان كيف فكرها يا سان ومد أقول كانوا قف أي سجائر أو كهبار حقاير عند دقات كم موجودنا مرك دقات كم ويا ويا اللي بان البرت وما سنت هاي داد معارض هان لسان وما هذا الشيء أنا أم لينيا لكن دملا وحن كهربا هل أرن أن وانسينيا وحيد إيجا جواب اللي بان أبيه أنت هسه السنة هسه شقينس إن بروفيسور واسؤال معلم واسؤال واسؤال أو الدفاع أت كجرتو إيو تلية إنتاس مق المقن إنكو حقين كسي حتى أنا لما قاعد وزير إنتا مقن أو أن جقد يصير لبيحن شرع إجا مركز وياكتو أو الله سكت دافو حق حق مركز الله سكت داف شرع إجا ميا قابا ها عارف أنا كسر حساب كي وحنا أسك خلدن دس أنا دسورة مش غينا حير يحير نظامية حافظوا في جريس كلونها كلونس الريجوليشنز كلها وزير ده حقيقة كمان حير يحير نظامية كمان حير يحير نظامية هو في الصحية وحيابها أي بريورتي كسينا إلى سي قبطان وكوشة وحن كويري ورون والله جمارمان وزير كجريس سبحانه تعالى إلا بوحيه ورون أنا وحد أكتة أنا إن أسكت صوت دارني حماس كغرنا ما بي هذا حد يقتل أنا لف يدك أنا لفت هذا الحبيب ميسو قلنا وأسكت كفت له وقتة لكن وعن كهله 4.5 كان جا أبا همبو إلا كيف فكره بركي كاكي دكو كلو بخيرا ولا دوبنا ما عيارت هذيك ما ما دوبنا ما عيارت دوبنا وحال دا ويس ويس داليسا سوما هذا ميت كريدي كو كلو اني دادينسا هدان علي سيكا سو قادو اون كينا ميشيدن اني واحد ايكس علي سيكا كينستيد ميشيد اني ميت كلو بخيرا واي واي واحد بدان كسيو دولد او بان هذا اني ليهين واي حلبان كو سينيسا علي ما ارنتاس ان ويتي سؤاشس اناد كجوابتان جعل الله أنا بقول جوابي شرعية ذا مايا هذا شر أنا شرعية تجيه أصلاً مايا إسكو فكر كستوئيين وحالقية بقى دولة تعطيه وناكسن تاي أوبتان وناك كده إسكو فكر وان غنايا يا وعن كارب أمريكا مقنانشها تلياش وسيردو هذا سداك هو مغطى بسم الله الرحمن الرحيم قرطة وفعلنا لهيد إن هذا الكنالو قيبي إبي ماشي بروفيسور وكان صاحبك ماشي بروفيسور وكان نقضي أنا نقوم هبونين وعفين يدينا ورك قيب سن تاس مركا كي ما هذا وحان ربا أرن كان تلي ياشا ورطا اللي بان كان شيغو تلي كما قرر تستورك حلي إن لما قعب أبا حلي إنو سمغنان كرين يكو قررتا مالي مدة كلون روينا إن إفيا وحوي مرمر كقار إسكدة وده كأنه ما أنت حالة دي سيء سدة وحكون دي سيء يعني 4.5 ريع إسكدة وده ماذا حزبية كتالية أنت دور الشعب لون غاغو ما ركتي هذا كيان نقوله أما مريكان كسوقات وده كأن الصومالية وحوي بهي هي دك إلا دورتو إلا دورتو إن أرتا لسيو وقتي لونا أقولادو إن أي ماشي وحقي مادين دلك أي ماذا هذا أويهين إن هرب مريان مريكان ترى مركل دورتي
maxaad dhihi kartaa boqolkii inteed dadka taageersanaa, imisaad diidanayd malaayiin, imisa milyan, imisa bilyanaad diidanayd? Haddana taraam wixii uu la yimaado oo dowladnimadaas iyo Maraykanka uu ku horumarinayo iyo ka dambeeya, war dad Soomaali taasaa laga rabaa. Maalin walba nin inta la doorto in lagu dheganaado oo wixii uu qaban lahaa uu qaban waayo, horta doqonnimay noota. Tan taliyaasha anu waxaan is leeyahay sharciyan xataa hadday tahay, waad ogtahay oo marar waxaa jirta sharciga siyaasaddu ay ka xoog badantahay. Xildhibaanku hadda markii u dambeysay uu ifiyey waxa weeye waddankan sharcigiisa u yaalla sida aan wada ognahay siyaasadda ka xoog badan. In wax la hadliyaa ka xoog badan, in wax la hadliyo yaa ka xoog badan. Madaxweynaha qaranku wuxuu ku jiraa xal. Taliyaashii meesha way ka maqan yihiin hadda. Macquul uma noqonayso marka isaga taliyaashi way maqan yihiin, soo buuxi maya, sooma muujinayso dee sababta loo magacaabi lahaa, xitaa sooma keeni karta anagoo ka bixina toobigaas ka bixi doono khilaaf dowladda ka dhex jira laftirkooda oo ama madaxda sare ka dhex jira, sooma muujinaysa in arrintan loo buuxin la'aya boosaska? Ma muujinayso, afka ha ii gelin. Waxaysan u muujinayni waxa weeye dadkaba kama dhexayso, wax dad ka dhexeeya maa. Awooddaas taliye in la magacaabo madaxweynaha la gaara, ra-iisul wasaare professor uu leeyahay, golo wasiir professor ay leeyihiin, madaxweyne u gudbin karaan ninkaasaa nala fiican. Laakiin Soomaalidu waxay tirahdaa talo ama waa la qaadanaa ama la diida. Marka taas madaxweynuhu macno uma samaynayso meeshiiyo bannaan, wax aan ku xasilaynin isagana aan raalli gelinayn inuu keeno. Maxamed Axmed ka dhaha mise waa ka baxaa toobiga? Haddii taliyaha ciidanka nabadsugidda iyo taliyaha ciidanka booliiska haddayna xubno muhiima oo dastuur aynan ahayn, qodobada dastuurka laguma soo dareen, baarlamaankuna ma ogolaadeen, shacabka Soomaaliyeedna taliyihii booliiska naga maqan iyo taliyihii nabadsugidda xoogaa waqti baad haystaa umalaynaa. Marka anigu baa dadweynaha ka socdee xoogaana jahaalsi nasiisin sooma fiicna maya, waa xisbiyad ka socotay labadiinaba. Laakiin aniga iyo shacabka mid aan nahay, xaqiiqdaan rabnaa in wax noo dhismaan rabnaa, in waddankeenu hore u socdaan doonaynaa, dowladdeennana inaan u ifinno meesha wax ka sii yihiin. Taliye booliis haddaad laba saac kale lagu siiyo xataa shacabkan hor fadhiya kuwana dhegaysanaya kuma qancin kartid. Taliye booliis looma baahna iyo taliye nabadsuu looma baahna. Waqti unbaa kaaga dhumaya moogi, waana 8 bilood way dhaaftay hadda. Marka cala kula xal inaan haysanahay waxay ka mid tahay nabadgelyadeenna sugitaankeeda, iyo waxay ka mid tahay iyo inaan maaragtay nabadsugideenna sugno weliba waqtigan xasaasiga lagu jiro oo aan ka soo kabanayn sibil waa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 a
caawis fiican nooguma hadla ku dheemayaan dhowr abaadi marka anigu runtu maan sheegaynaa waxaan rabnaa dal dadkiisa shacabkiisa hore u socdeen dowladdeennana aan tala siino weliba markaan wax sheegayno oan leenaa halkaa iyo halkaas wax nagu cunyihiin taladanina waan raacinaynaa bcaus annagaa doonayna in wax noo dhismaan we don't want inaan iska dhex joogno qurbo ma doonayna in waddamada kale aan jeelos muruba noqonno oon ka maseerno hadda kenyan soo maray intaan markaan yurub ka soo tegay waxaan arkayaa waxyaaba badan oo iyagu afrikaana ay haystaan laakiin annagaana haysa waxaa igu yaab badnaa waxaan ka yimid kenya waxaan marayay ilaa hadda muddo xoogaayaan soo joogay magaalada mombasaan tegay waxaan arkay bridge ku yaalla oo magaalada kala qaybiya waxaa xagga iyo xagga waa laga fadhiyaa oo askar iyo waxaa fadhiya iyo traffic lagu dhex taray markaan hadda airport ka soo degay waxaan arkay markaan brafer soo dhaafay nin askari ah oo tuuto wata qori AK-47 wata oo baabuurkii joojiyey oo nagu su-aalaya insurance iyo tax roadka waddada wax lagu maray iyo waxyaaba noocaasa nin military ah maxaaba shuqul uga dhigayba inuu na weydiiyo tax roadka waddada lagu maro iyo sharciga baabuurka iyo shaqaba kuma le xaggaa way isla joogaan waxaa shaqo ku leh askariga traffic policeka ah ee waddada qolada booliska militariga way u joojiyaan waayo waa bridge waa la ilaaliyaa nabadgelyadeeda laakiin ninka militariga wuxuu xagga qori la fadhiyaa oo la taagan yahay wixii nabadgelyada ah laakiin inuu waddada wixii ku saabsan baabuur uu weydiiyo ninka darewalka ah waa khalad hadda waxaan ku arkaysaa wax simbal la bedeli kara waaye waddadaasay taagan yihiin waa military dharkii militariga wata AK-47 wuxuu ku leeyahay waddadii warqaadaad ku maraysay aawa
ووحيا كم تلي لها يو لكن هو حلا بدلي كروي سمعتي إيفن حتى تك فورن كا إلا ياري كران نكن إيد أكيد فود سون كوا تمحية ترافيك بوليس ما بنا نكون كريم ويا أدو ما ستة وحر ولا حيا بس سيمبل كأنه لا بد ما أرسته وأوصل الله بنا waxa sharci noqdo waa wixii xildhibaanada baarlamaanka ay ansixiyaan hadda waxaad arkaysaa anshuurti makhaayadaha ku yaala een macnaha magaalada Muqdisho gaar ahaan hoteelada anshuur ayaa laga qaada een hadaan xildhibaanada qaar ku arkana waxay dhahaan een arintani way wanaagsan tahay laakiin sharciga la rabay looma soo marin baa la yiri wasaaradda maaliyadda soo saartay guri wasiirada hadal ka soo baxay oo ay leeyihiin intaas wax lagu sameeynaa iyo baarlamaanka loo horgeeyay oo ansixiyeena ma ay jirto haddana magaaladii waxaas baa socda inkastoo wanaagsan tahay haddana sharcigeedu seewaa raab horta xar hal shay inaan bidhaamiyaan rabaa haye waa very good question question fiican waa but allah but value added tax af ingiriis anu ma qabtay su'aal yar ku af su'aal ka dhigaana ahayd oo canshuurta waxa way beec iibka waa in lagu af Soomaaliyeed rus dalka u baahna aad ugu baahna ee laakiin su'aashay maana sawxayte qofku wuxuu iska dhaha waxan barnaamijka ma ogolaaday barnaamijka wax walba ma ogolaado barnaamijka markii budgetka loo keenay wasaaradda maaliyadda ay budgetka keentay ayay ku soo dirtay qodobadaas oo dhan ay leedahay si 248 milyan oo dollar ee laga rabo in aanu sanadkan ku dhameystirno waxaan ku gaari karnaa inaan intana lacag soo sameyno waxaan ku sameyn karnaa inaan canshuurta qaadno inaan mataqaana ka qaadno mataqaana shacabiga inaan tukaamada ka qaadno inaan license ka sameyno marka maalin walba meel u imaana maalin walba meel u imaana waxaan moodaa marka bishaan ansixinaa hadda barnaamijku wuxuu xiranyahay ogtiin January bartakeeda iyo February 18 ilaa 28 dhexda in la furaal rabaa baarlamaanka intaas inta la gaarayo wasaaradda maaliyadda waxay xaq u leedahay barnaamijyada loo soo ansixiyay oo dhan waxay mari kartaa inay mariso waa loo ansixiyay soo ma waa la ansixiyay budgetka dawladda may budgetka dawladda waa la ansixiyay may budgetka dawladda waa kala yihiin may budgetka dawladda waa kala yihiin laalee waxaan rabaa dadka wax ninkana yiri dadweynaha matalaa hor dadweynaha matalaa asan wax ku matalaa codka anaga dadweynaha ay soo doorteen anaana mid qara golaha shacabiga ee Soomaaliyeed ana u matalaa marka may dawladda soo doortay reerki may waxaan rabaa horta qaliibo inuu naga ogolaado hal shay reerki shacabiga kama nahmiya waa saaxiibkay wax badan aan ka daawaday barnaamijyada aniga nin political analysis aad aan jeclahay laakiin waxaan jeclahay macallin horta macallinkan wuxuu adduunka ugu necab yahay ardag markuu wax khaldo markii aniga qalin gudan aan wataa dhag waa saara asaga hadda runtii shacabkii hore inuu qanciyo sidoo ku qancin karo wax walba iska sheegaa moqday Cabdulaasi Bulowshe goobaha xilka laga qaaday waxa laga qaaday ogtahay 26 shay caawta 8 bilood eberto yir meesha 8 bilood dowlad banaanta jagalaas booliis 8 bilood banaanta maya ma bana bayuka maya aru xaraba ani qalin ma ani qalin gududan bay qalin gududan qaba maya horta qalin gududan wata waxaan rabaa wari ay noo kala qaado warka qalin gududan waxaan rabaa inaad u sheegto tiraa dadka shacabiga ilaahay subhanahu wa ta'ala raali kama bakee raqiib iyo atid ilaahay uma abuurin dhinacan inuu been sheego u been tiraa dhuntu ku qadaa waya bay khayr aad oo hadra khayr aad oo maalmo badan ay banaayeen ama bilbay banaayeen ama taab laakiin 8 bilood banaayeen shacabiga daawsho shacabiga laakiin banaayeen adiga laftirka waxaad sheegaysaa waxaad leedahay looma baahna ma dhihin maya waa ka adiga rasa fiiri raqiib iyo atida ku tagay aniga looma baahna iga maqasheen maya laakiin waa ka maya shacabiga soo ku waray maya waxaan naga maqan maya waxaan ku eri waxaan ku eri inta laga fiir sax hadda maqasheen waxaan ku eri inta taliyaha laga soo magacaabayo inta taliyaha laga soo magacaabayo uu madaxweynaha u helay kansho uu consultation kula sameeyo golaha ammaanka qaranka iyo golaha wasiirada iyo inta ka mudan inay sameeyaan shaqada waxaa wadi kara ku sameeyasha ciidamada qalabka sida waxaan rabaa waxaan rabaa okay waa wada sub waxaan rabaa hal shay inaan soo galaa ma hal shay inaan soo galaa aan rabaa abd ma hal shay inaan soo galaa shacabiga maadaama ay dhageysanayaan walaalkii aan ku qiimeynayo runtii uu yeeyay political analysis ogaada political analysis wax badan buu ka taraa isbeddelka siyaasadda iyo runka sheegidda barnaamijyada qaarkood waxaan rabaa xogeer qalimo inuu mataqaanaa uu bato
حاجة ما تقارن حقائق أو كشيجستة إنه صندت يتم كإنه إلى عليها ربع وصندت بروتني برو صندت تمر لا تمر باش شلون نسمى له شيء ما هو والله ما أربعة أنا تذكر والله ما أربعة ما سبعة شو هذا الكلام ما سبعة عشرين ده يلا هي مش والله بتوه كعذر دارنا عيد ضد بدني جوا marka aniga waxaan oran lahay boontiyas anigoon ku sii daaheynin hadii siyaasadu ay sharciiga ka sareeyso lacagta mushaarka aad u qaadatin ilmaha Soomaaliyeed ee baahan ee kaamamka jooga maxaan ku iraadayay qoota lagu raadiyay kursiga baneeya mushaarkana meesha salgu dibarayaan dhila taas halkaas ugu sii gudbaya een xildhibaanka wuxuu hadaayay sheegay in maxaan ku iraadayay aan wali la arag madaxweyne Soomaaliyeed marka laga soo tago rajinkii maxaad siyaad bare madaxweyne saas gobolada ugu dhex lugeeya marka waxaan oran lahay aniga arrinkaas aragtideyda ila tahay arrinkaas farmaajo iyo dawladdaanu yaani wax qabad ay ku amaanantaa anaku ma oran karno waxay ahayd arin ay dawladdi ku riixay xukuumi ku riixay wax ka soo qabteen intaas arayaan uga tigay waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo 8 Febraayo ilaa hadda madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo markii aan dooranay waxa shacabku waxay u qabeen hami badan waxyaabo badan oo waqti dheer ku soo hanaa looneyna ayaan dooneynay in aan aragno aan islaheen maanta ayad hanateen waxa jira dhacdooyin xanuun badan oo aan Soomaalida maskaxdeeda ka goori karin waxa kamid ah dhacdooyinkaas 14 October ee kisoo be dhacdadii ka dhacday oo lagu sheego in ay saxiitay qaarada Afrika dhacda noocaas oo kale wali isa ka dhicin waxa jira dhacdooyin kale oo xanuun badan oo madaxweynaha ilaa hadda uusan ka hadlin ma dhici kartaa arintaas mise ma jirtaa mudan xil dhibaane han dhacdooyinkaas xanuun ka badan wax lagu ilaabi karo oo ay dawladdu wax qabad ah soo bidin muddan ay jirtay ma jirtaa maxsanta haya ya kale magacaagana ku bilaaw haya haya hadda su'aal qabtay way magacaygu waa maxamed salaad xasan waxa rabay hal dooda say barnaamij ku dhacayna wax yar fikir ka dhibto doodo waa wax qabadka madaxweyne Farmaajo marka ma wax qabadka madaxweyne Farmaajo kariima muddo sanada ayaa madaxweynaha markii la doortay waa laga joogaa laakiin cal dawladdi iyo intii ay soo jirtay muddo sanada baarlamaanka waa jiri kara madaxweyne waa jiri kara laakiin ra'iisul wasaaraha sanadu ma dhamaan ma intii ay soo jirtay xasan cadaan hadlo waxa doodo markii inay ku saabsanaato maxaa sanadku u qabsoomay ka soo qaado kalmadka xukuumadda la qiimeeyay amniga qaranka dhaqaalaha caafimaadka garsoorka arrimaha bulshada laakiin maanta dhan waxa ku dhex noqonayna taliye la bedelay iyo issue iyo dhacdooyin maalin dhac marka ina events ka tagno oo strategic aan wadan loo taas soo jeedi lahayd waa mid koowaad mid labaad madaxweyne Farmaajo sida dastuurka qabo waa head of state wadanka u sareeya qaybta fulintana sidoo qodobka 9aad qabo ra'iisul wasaaraha u sakeeyay marka waxay ku fiicnayd waxyaabaha qaar marka caafimaadka dhaqaalaha waxyaabahaas laga hadla laakiin madaxweyne Farmaajo wax ma ka qabtay kasoo qaado kul waxyaabo shaqada ku leh doorashada ra'iisul wasaaraha fiican ma soo doorto wax iska weydii karo waa jeeg and balance ma ku sameeyay hay'adii state-ka kale oo dhan sida maxaa la hayaa ilaantii garsoorka baarlamaanka xiriir fiican ma ka dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhex xiriirkooda wax ma ka bedel si guud inaa uu qiimeeyno waa laakiin markay noqoto maxaa la hayaa ilaanta fulinta iyo markaan ka hadleen maxaa la wax qabadka in xukuumadda waxay ku aboonada xukuumadda in loo aado ani ahaan markaan fikir ahaan qabo dowladda si guud markaan hay'adaha dhamaan u fiiriyo si wax qabadkoodu waa sanadkan jir waa 600 700 la leey karaa
waxyaabo badan wax laga qaban jiray kartaa sida garsoorka kan maato wax ma laga qaban maxa iska bedelay gool adiga garsoor ma soo dhameystirmay su'aal ka badan oo taalwa barkii intaas aan u baxmaasantiin way aad badan maasantiin waxaan jeclahay markii hore dhowr banaa kugu bilaabay cali cali seeko inaan ku bilaabo haye bismillaahirrahmaanirrahiim horta yarka wiilka ugaaska ha ugaaska u dhaxli doonaa hadii ilaahay yiraahdo waxa weeye waxaan leeyahay lama dhihin siyaasadda sharciga ka xoog badan laakiin waxaan ka hadlayna waxa waaye marmarka qaar in wax la xaliyaa loo baahan yahay qof walbaana waa fahmi karaa adduunka o dhan bay ka dhacdaa dowladdeennuna waxay ku dhisan tahay 4.5 waa isla ogolna maamul goboleedyaha xal u baahan 4.5 xal u baahan laba xilaan hal cid laysugu dari karin meesha xisbi maaha marka taas waxay keenaysaa in qofka mas-uuliyadda haya uu ka fekero sida wuxuu keeni lahaa taas waa taas maaha micnuhu siyaasadda in sharciga loo baabiinayo maaha middan kale runtii waa qabaa ninkaa odagaahi hadalka uu ka hadlay adiguna inaan qaadato aniguna aan qaadanno oo doodda hadda aan kusoo celinno madaxweyne farmaajo waxaa la doortay 8 Febraayo nacam waxyaabaha laga rabay waxay ahayd ra-iisul wasaare fiican inuu keeno sida yarku u sheegay waa run ra-iisul wasaare fiican ma keenay waa inaan isweydiinaa ra-iisul wasaarihii fiicnaay madaxweyne farmaajo keenay baarlamaanka ma ansixiyey hadduu ansixiyey ra-iisul wasaarihii taas waxa waayaan madaxweynaha sheegay ra-iisul wasaare fiicanaa iga fiicanaan keenuu keenay marka anaga waxaan rabnaa inaan noo cilmiyeysid doodeenna oo yarka warkiisa aan yeelmadaxweynhiiwuxuuhaddaba waxbaa lagu weydiiyey waxaa lagu weydiiyey cadaaladda oo kale ka soo qaada bar markaan fiiri cadaaladda in wax laga qabtaa sheegayna may hadda sug hadde cadaaladda hal sano ayuu joogaa madaxweynaha golihii adeeg garsoorka miyaa dhisan waa dhisan yahay golihii adeega karsoorkana horena waa u dhisnaaymaya hore u jiray hore se uma jirin kii jiraya ladhisnaa soo maaha waxaa socota reformkiis qaabkii loo bedeli lahaayaa socota wax qabadkay ka mid tahay waa ogtahay oo ra-iisul wasaare kayr intoo wasaaradda cadaaladda asaga wasiirka cadaaladda dhex fadhiisto tegey ayuu wuxuu soo waxaa la gooyey xataa waxaa lagu soo kordhiyey xafiis aan weli hore u dhicin soomaaliya oo shacabka soomaaliyeed u adeegaya oo cabashadooda qabanaya oo qof walba iyo wuxuu ka cabanayo la ogaanaya waxyaabaha marka way socdaan wixii way socdaan hagee cabashada xafiis ka furayaan wasaaradda cadaaladda ku dhex furayan way doodeenu hadda dhinaca istraatiijiyada u gudtay fekerka oo wiilkaan dhalinyarada loo soo gudbiyana aad bay u fiican tahay waxaanaba inaan ka hadlo oo muddana warwar igu hayay sharciga iyo siyaasadda sharciga oo ah constitutionka iyo siyaasadda inaad ka soo jeedid xisbi xoog badan oo taliya oo ciidankiis wax walbaba ay u dhan yihiin oo ku ilaaliya waxaa ka wanaagsan in ilaahay ka sokow dastuurka uu ku ilaaliyo oo caawa wax walba oo aan xayndaabkaa dastuurkan aana ka bixin isaguna ilaaliyo inta uu ilaalin lahaa walaalkay ama saaxiibkay ama gruub ama baarti aan ka tirsanaho taliya awood ay leeyihiin markaas oo ilaalisa sida qof hadda siyaasadihii dhacay ayaamihii dhowaa qaarkood lagu xirxirmay dhibaatooyin ku dhaceen ee qof walba uu leeyahy waa mucaarad waa muxaafada waxaa fiican horta dadkan mucaaradka la leeyahay xayndaabkii dastuurka u siinayay constitutionka u siinayay ma ka baxeen mise guday ku jiraan haddee ay ka baxeen waa marka ay qiyaamo qaran ee dil ay ku xukumayaan laakiin ma inaan samayn waxay ahayd dowladdani ma shaqayso dowladdani siday u socoto ma wanaagsana systemkay wax ku shu taasna dastuurka kuga ogolaanaya inaad xal ku mutaysato ma xayndaabka kabaadan bixin laakiin marka dalkaaga aada usoo hogaamisa cadow ama aad military intaad abuurta aad rabti inaad dalkii aad gambiso ayaad intaad ka baxday constitutionka iyo markaas wuxuu kugu shaabaday inaad tahay qiyaamo qaran dil baana mudantaho qof walbana isku marka
waxaan aad u aaminsanahay jecelahayna wax walba inay ilaaliyaan dastuurka Ilaahay ka sugan constitution-ka aan qornay jiilka soo socdana waxa warwarka ku hayaa waa taas qofkii la yiraahdo xisbiga ama qofka ama kuwa power kale ayuu hadal wax u dhimaayo ayuu yiri inuu xabsi ku mutaysto waxa ka fiican in uu ka baqaan haddaad ku xadgudubtaan adinkii laftigina ayaa dastuurka idin qabana dowlad galbeed ama dowladaha dastuurka aad u isticmaala afrikaanka qaar baa ka soo baxay oo aad u isticmaala dastuurka iskuna ilaaliya marna lagama yaabo qofka inuu ku tashto siyaasiyiin xoog badan uu saaxiib la yahay ama xisbi taliya uu ka mid yahay kuma tashto wuxuu ku tashtaa dastuurka ay qorteen ummadda isku raacday inuu ilaaliyo marka waxaan aaminsanahay jiilka soo socda inay aaminsan yihiin shacabkuna ay jecel yihiin in dastuurkuna ilaaliyo ee xisbi jira ee powerfula una ilaalin marka kelmaddii marka hore uu lahaa siyaasadda ayaa ka xoog badan sharciga completely were wrong waxaa fiican inuuna ilaaliyo dastuurka kuna dhaqanno aan la gudbin inaan kusoo dhacno dariiq sax ah anadu ma garanayo wiilka ugaaska laakiin ugaasyada oo kulli wiilasha dhan ugaasyay noqonayaan waxaan rabaa waxaan u maleynaa nimayow hadalka haddaa siduu yahay loo sheegin orta inkastoo af soomaaliga la yiri sidiisi waa margi meesha loo jidu aadaa waxaa aniga macalin rabaa idin sheegay qalin gudun aan wataa wixii aan arka xor waa saxaya annaga policy makers dadka dhaha waa nahay aniga sharci dejiyaana horta ilaah baa sharci dejiya shareecada islaamka wax ka weyn oo jiri karo haba yaraatee ma jirto si walaalkii usheeg qalibo runtiisa bacdan lahay taas constitutionka dalka horta inuu na wada hagaa saxa oo aniga inuu ilaaliyo constitutionka laakiin caawa midaan rabaa inaan idiin sheegay idinkoo dhan macal oo cadana mataqaana ku farxaayo waxaad dhici karta 12 kabacdi anoo arataan saan caawa hadlaysi ka duwanaan u hadlo muxadeesa berito saacadda markaad la joogtay mataqaanaa saad u hadlaysay maxaa jira aniga siyaasi aan ahay siyaasiga waxaan matalaa adiga beri waxbaa iisoo sheegay hadda caawa waxaad dhici karta waxba liisoo sheeginba marka aniga tabarigoo socoso waxay laakiin haddii beri wax la ii sheego madaxal waxaa ku hadlaysa waa khaldan tahay waxaanaa dhacay kanaa dhacay kanaa dhacay kanaa dhacay next day idaacaddan layga cazim waxaan leeyahy waxaanaa dhacay waxaanaa dhacay waxaanaa dhacay horena maan ogeen waan khalad marka shacbiga aan matalay aan sheega waay qalin waa kasii dheeraana oo hadday beri ay dhacdo qadiyad aniga aan baarlamaanka ka aaminsanay inay saas u hirgasho ay sax u noqoto oo prime ministerka iyo mataqaana xukuumaddiisa ay si ka duwan u keento aniga ma fadhinaya marka shacbi aan matalaya shacbaan matalaya soomaaliyeed kitaabka aan usoo maray dadka dalka dadka diinta aan iri oon ugu dhaartay aniga gacantaa beri ina madax kasoo baxda ma rabo inaan iraahdaa waa khalad waxaan samaynaysa kaab waa khalad kaamana yeela kaamana aqrisan ani waan dhihi jiro markaati ige marka waxaan rabaa sideedana sharciga sareynta iska leh bacdallahi ka ilaah baa ugu sarreeyo laakiin waxa anaga aan dhoobanay yaa ah sharciga inaan ilaalino kii ilaahay waaba muqadaskaas mama laga hadlaayaba oo run in laga sheego run in laga sheego marka waxaan rabnaa waxaan rabaa exactly aniga waa runtiiso aniga sharciga inuu ilaalsho wa laakiin ninka shacbigana waxaan rabaa inuu aqoonsado inuu sharci jiro fiiri sharci haddaadan aqoonsanin dhibaa ka imaanaya marka waxaan rabaa in aanan aadin meesha laga rabo inaan aado waxaan rabaa su-aalaa la warsiin ka jawaab halkii sano ee lasoo dhaafay su-aal bay warsiin adiga hal su-aal aan ku weydiin su-aal weyn warsiin oo muhiim oo sasaas maahan wiilkan aan sheegaa maogtahay ha adigoo noo soo gaabinaya waqtigan maana waxba kama qabo laakiin su-aasha inu weydiiyaasa waxay tahay aniga huma waxaan matalaa shacbi barnaamijka aan ka warsaday uu iga warsadayna waxa waaye inaan xaqaa'iq ka sheegno sax baa tahay waxaan diyaar kuulaahay hadda wiil annaga ma qabno waxay tahay xildhibaan walbaba constituency-ga walaalkiisa fican u yaqaana constituency-ga waxaa ladhahaa deegaan doorasheedkaada inaad horta xafiis ku leedahay kulliga annaga degdega xamar ku wadana meeshaan aan joognaa guryo aan ijaara ku jirna hotel aan degannahay beenaan sheegan maya aniga inaan taga waaye deegaanka laga soo doortay xafiis ka furtaa subax walba inaan qaabilo dadka aniga mataqaanaa shacbiga soomaaliyeed ee deegaankaas oo dhan oo qabiil walba leh inay ii yimaadaan ay dhibaato igala hadlaan oon dhibaatadaas qoraal ka dhigo soo gudbiyo guddoomiye baraha ku soo gudbiyo hay-adda ay khuseysana aan u dira waay si sharciga soo qaba saas waay sharciga soo qaba saas waay laakiin waqtina duruufiya wixii nawada diidayo oo dhahayo horta ma laga furan karaa deegaankaas xafiis ma laga furan karaa ma la dhigi karaa laakin waxaan hal sheegay idin sheego oo caawa practicala xasacaddan walaalkii igula qancaayo war ilaah baa idinku dhaarshay intiina hor fadhida gobolka galgaduud gobolka dhan aan ka hadlooya farmceel dheer xarar dheera zoonkaas ilaa iyo dhuusamareeb gorceel imo xaggan aad mataban tag gadaal usiid wax mataqaanaa ilaa iyo dhibaatadii ka jirtoo dhan waxaa lagu guuleystay socdaalkii dheeraa uu madaxweynaha soo maray iyo madaxweyne faax xaf inuu mataqaanaa ay habeeyaan
oo isku dubar gidaan oo at least lagu guuleysto shaaki solbano ninka madaxda ka galgaduud in wixii dibka aad ogeyd ee jiray la soo xaliyo islaah la sameeyana ku ilaahay ugu jecel yahay waa runtii dhibaato badan oo neysateed xanuun badan oo runtii laba gobol oo walaala oo dacadaadi iyo dusmaray baan isu tagi jirin isla salaami jirin maanta waa arkaysaano waa ii qaad aan ku qaaday inu aan ku nugi maraysaa from gaalkacyo ilaa iyo mataqaanaa gurceel ma been baan ka sheegaynaa waa rabnaa in cali waa ma dib u heshiisinta uu ka hadlay fiiri horta walaalkii qaliima waxaan rabaa hadalka si aana u dhihin oo soo dhihin si aana u sheegi annaga siyaasadda sharci ka xoog badan ma dhihin ka sarreysa ma dhihin laakiin sharcigaasfeeri sharcigaa sarreeya ninkaan hadda meel uu geli karaan aanu geli karin sababto waxaa siiyey ma taqna waa sharci waxaan ka hadlayna waxa waaye meel dastuurkeena ugu qoran tahay 4.5 baa jirta iyadoo saasa maxaa qasabka dhigaay waxaa ka dhigaya siyaasadda ka dhigay duruufta siyaasadeed ee lagu heerana ka dhigays qofka marka waa inuu fahmo taas waa mid waana inaan fiicnaan laga raadin in aniga hadalkayga la qalluuciyo taas waa mid midda kale oo meeshaan taalla waxa weeye dowladda maanta joogta waxay qabatay aan isweydiin markaan isweydiinaynana aan kala saarno horta xukuumad golo fulina iskale waxqabadka inta badan xasan cali kayre iyo xukuumaddiisa iskale siday maanta wax u wadaan oo wax u qabteenna xukuumadihii ka horreeyey uma soo qaban kow waxa weeye isla xisaabta ood arkayso in wasaaradihii ay ka bedelan yihiin wasaaradihii soo jiri jiray labo ummaddii soomaaliyeed iyo dowladdii oo lays ogolaysiiyey oo loo soo baxay oo lala kulmay oo wax la weydiinayo waxay sheegaan inta maanta aad mar walba sheegaysaa waxaa lagu weydiiyey adiga wasiir dhan oo arrimaha dibadda iyo wasiirkii arrimaha gudaha wuxuu nin walba yidhi ninna wuxuu yidhi nin maraykanka joogaa ii sheegay in xilka laga qaado ninna wuxuu yidhi raadiyahan ka dhegaystay anoo garoonka usii socda oo madaxweynaha inaan ku soo dhaweyn raba halkaas taa ma ka hadlaysid m sharci baa taas wasiirkii arrimaha dibadda shalay xilaa loo dhiibtay isagoon ogeynaa loo dhiibay ma waxaa rabtaa inaan hadda idhaahdo saas iyo saas iyo saas iyo saasoo wasiirkii sameeyey haddaan idhaahdo dadkao dhanba waaqiraya iska daa in la yidhaahdana maaha wasiirka shalxilaa loo dhiibtay maantana waa marka waa sharciga inuu raadiga ka maqlo yaa kugu yidhi raadiga ka maqlo asagaa yidhi soomaa miyaad weydiisay inuu aan loo sheegin lama beeni xukuumadda in la beeni soomaa maaha in la beeni waa qaadanayna adaa beeni nin daad qaado xusbo cuski ma maqashay okay wasiirka shalxilka loo dhiibtay maantana waa laga qaaday taas eed maaha qalima waaye inuu yiri isagoon ogeyn ayaa la magacaabay haddana wuxuu yihi isagoon ogeyn ayaa la eryey labadaba masaxa haddaanan kaala tashan jagada aan rabay inaan kuu dhiibto ee aan waxaago dhan haysan oo aniga adiga aadan ka wada hadlin waxaad qaban doonti wax mandateka ku siinaya ee aanan weliba introduction ku siinin anoo madaxweynihii ama ra-iisul wasaarihii dalka ah adoon duurka iska maraay marqaada ka maqli karta waa lagu magacaaba xasaacadda wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya markaata ninka ayaa fiican tahay sidaas ma fiicna eryiddana waa sidoo kale waa in loo sheegaa qofka xafiiska ama ra-iisul wasaaraha madaxweynaha looga yaraa anigu waxaan ka imad UK madaxweynaha haddii ra-iisul wasaaruhu ergeysa wasiir way u yeertaa hawl ayaana loo diray oo nala ka rabay in aanahawshii ya
haddii isboodayaan ee dawladda naga jecel yihiin aniga iyo kuwa hor fadhiya naga ma jecla qaranimada dalka waan jecelahay marka haddii iska difaacaan laakiin u sheeg positive kisana u sheeg negative kisana u sheeg talana sii laakiin haddii aad tiraahdo waa sida hadda ninka wuxuu leeyahay iyagoo ogeyn in la yareeyo oo fiican tahay iyagoo ogeyn in la oo anigaan u baahday inaan magacaabo afhayeenka qaranka laakiin nin aan rabo inaan magacaabo brobio beri critiskeeda aad ugu manii critikaareyn kara dadka manii su-aalaha aan rabo weydiin kara ana xascadan soo qaadana maxaa dhigata xascadda inuusan ogeynba markaan magacaabay maxaan ku soo qaadanaa waaye aragnimadiisii iyo resumeygiisii iyo waxaan midda kale xascale kheyr wuxuu sameeyey oo runtii in badanna barnaamijsale barkood qaarkood is hore u sameynin laakiin barnaamijsale sameyeyna ay jiraan resumeyaa la soo weydiistay nin walba waxaa la yidhi waxaa jagada aa rabta soo sheego waa dhacday dalada soo socda ayagoo taas la ogyahay oo la baaray oo la fiiriyey ee waxaa la sii qaatay war qofkan macluumaadkan badan oo uu og yahay adduunyada doorkuu kaga qaadan karaa laakiin hal waydiin sheeganaa sideedaba jagada waxay ku fiican tahay sida lagugu dhiibo haddii lagaa qaadaan in lagaaga qaado adoon xataa ku fikiri ooda ka nixin kumay nixin dadka hadda markii habeenaa la magacaabay beri wasiirku xataa la yidhi mataqaanaa khayraadkii bilow waa xogeer wixii baa dhaliil yar ka soo baxday ama arin yara ka soo baxday ninkii ilaahay subxaana wa taala agtiisa kaaga qoran tahay shalay ku magacaaba maantana wuxuu ku gartay inuu kaa qaado inuu habeen kaa qaado inuu subaxda kaa qaado wax difference u dhexeey male laakin waxaan rabaa idinka aada umiina soo gaarin laakiin xasan waa soo gaaray iyo walaalkii qalimow dowladahay inaga horreeyey maxaan sidaa dara allah yarxamu lixdii barkii la sheegi jiray lixdii barkaa idaacad markii la gaaro ninkii iska jiifta asalaamu calaykum asalaamu calaykum aniga waa hadlooya ii ogolo hadalkwaxaan rabaa cadde ogolow arortii macalan arday ka daba hadlo waxaan dhihi jir edebyaleab marka kuma dhihi karaa adiga lakin waxaan rabaa maya dimoqrasi fiil cilada jirta ugu weyn islaamicalina khalad ah baasha dimoqrasiyada la yihahda dimoqrasiyada anaga aniga ninka meelan kusoo wada kornay mani waxaan ka wadaa dibadda dadka soo jooga hadda magax xun aad noo bixiseen mabala sheegi kara diaspora lama dhigi kara ama sheegaysa ma ay bis marki halaabeena mogta laakiin waxaan ka wadaa meeshaanadi aan aadeynaa dadka dibadda jooga xasan waa igula noolaa ninkan waa igula noolaa waxaan aadeynaa hadda maraykanka trump hadda intuu qabtay how many attorney generals he changed meequ bedelay ortilo badan yahay imisa la taliyuu bedelay imisa maanta xabsi u socota miyuu shalay ku fikirayma dhici karta waxaan ka hadlaynaa qofka in fiiri marka wasiirka la magacaabayo xildhibaan ebio dhegayso marka wasiir la magacaabayo kaba soo qaado kale waaba jeclaataba inaad ninkaas doorato ayaad jeclaata intaan la magacaabin miyaan loo yeelaya maya sugata aan la dhahaynin jagadaasaan kuu magacaabaya waqti hebel aan lagu dhawaaqayaa
لسعه مو على دهين. Of course والله ده ما أقوله. سعيد كاساد عقولي ما 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 سعيد كي. ما ما سعيد كي وحيري. هذا هذا أقول لكم ما قاعبه. هذا أقول لكم قاعد كلام بركة في سومالي خليه بقول لكم صحنا وايتاس. لكم حربة. ما تيجي نواقع هذا ده. ما يقدر الله. يا نواقع هذا أنا أني يوال كي علي. علي سي. علي سي. علي سي. علي سي. حد أجسبيان جودة وده تاريخ ده مرك أقول رسوا. وأنا عبي وده وأنا عبي كل ده أقول ريل هاي. agaasimad guud oo loo soo dhigtay application oo la yiraahdo public administration kan baan rabaa inaan wax ka bedelno therefore agaasimashii guud ee jiroodan kan jooga iyo kan iimaan dooni ka 1500 arjatinad wana soo yiraahdo 1500 maanta xogaa maraysa wasi yaraan kartaa 400 xogaa maan kartaa wasan oo qabta xadhi karto nin hada agaasimad guud inuu bil ku soo baxay dhay karto according to his experience waxyaabaha waxa ka mid ah isbeddelka dawladda ay sameysay ka mid tahay marka aniga wiilka goor mushaqo dheela hadii afar la saari aan taaganahay waxaan rabaa حسعد انا بري ان كا 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 كان ريسنو او ويلش ورياشا او ويلكا ويلكي كانت كميديه وصبحه او يمادو او بوسك قبطه لكن دين عمر بلا ليا واخ برشدي اقونتي لو سو تيري تعبيل قبل لا ما قادناي ادن وقتي اكو غا ما سنيا هي وا سؤاش وا او او دنباي ثلاث قفود هل اديكو اه هي اديكا يو نينكاس غداله يريكو كوفلا هي ان اولا مغعي واحد علي قولت ان كميد اه دليرده دلك واخ كبرتي een ku dhashay ku soo koray een awalan waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaanta islaamka een su'aalo yar baan rabaa inaan idin weydiiyo oo markasta maskaxdeeda ka guuxay ayaan rabaa inaan weydiiyo een dawladdu waxay raaday waxaan sugeynaa amniga een amnigana waxa lagu sugi karaa markii dawladdu ka warhayso een telefoonka wadanka soo galay iyo telefoonka ka baxay intaba markaas isugu kartaa ma waxay rabtaa oo kaliya dawladda talada ma waxay isku ugu timid in laamiyadii naga xidho jidacdayaashii annako jaamacaddi u soconana aan meel aan waran weyno kadibna aan jaamacaddi ka daahno awooddu ma intaas dawladdu isku ugu timid su'aashii kood saas waayay su'aasha labaad oo aan rabo inaan isweydiiyo waa diyaa waxa weeyaan een diasporada dalka een waxa jirta een in la magacaabo wasiiro een agaasimiyaal gudoomiyaal intaba in la magacaabo waxaa la magacaabaya qof Yurub America Canada intaas ka yimid baa la magacaabaya waay dhalinyaradii dalka wax ku baratay aqoontooda loo xaqiraya su'aasha labaad oo rabo inaan la weydiiyo su'aashaas waay tan saddexaad oo rabo inaan la weydiiyo waxa weeyaan een baarlamaanka 8aad iyo 9aad waxay ansixi waayeen kara sabreen een telecommunication codanka een baarlamaanka 10aad ayaa ansixiyay sidaas awgeed ilaa hadda waxay qabteen iyo wax feedback oo ina siiyeen ma jirto ugu dambeyn bas waa saddexda ku akay telecommunication ka wasiirki ma joogo taa kama jawaabi karno oo wasiirki la weydiin lahaa meesha ma fadhiyo laakiin labada kale ayaan jeclahay in lagaaga jawaabo haye magacaaga ku bilaaw magacaygu waxa la yiraahdaa Dirir Cumar Ducaale aan salaamay abahda home cable iyo xilibaanka iyo dhamaan qoyaanka kale aan waxaan aaminsanahay dawladdu inaan ka gaabin shaqadii loo doortay bal ay ka badheereysay waxa la yiri wax qoraxdu ka weyn wax ala casha la saaro waa qodobo la ablayn karo inay hawadii xoreysay mushuqmaasqii hoos u dhigtay maxaabiis badan oo dalka dibadiisa ku dacdaraysna la soo furtay madaxdii qaranka inay noqotay nabadoono oo ay wax badan heshiisyo ka qayb qaadatay marka waa qodobo aad u badan aanan koobi karin waxaan rabaa marka hal su'aal inaan weydiiyo aqoon yahan qaalib oo inaan iraahdo bal noo abla ablay maxay tahay dawladdu maxay ka gaabisay dhowr qodob oo cad aan qaadan karno wana maadsanta okay qadiima uu haya haya waxaan ku soo gabagabeynaynaa ya waxa soo meeday ma geeska ma hadlin laakiin dib malahan haya haya ah waa maadsan yihiin daadiyaha dooda iyo xildhibaanka iyo siyaasi Cali iyo tiimka kale oo dhalinyarada ka soo qayb galay Cabdirashiid Ismaaciil horta waxaan rabaa hal arno kaftana waxaan jeclaan lahaa doodo caaw ma dheeli tirno ma balance gareysno marka waxaan jeclaan lahaa xasaacadda hadii laga wareejin karo xiriiriyaha oo asagu asoo mucaarada nooga qayb gala waa jeclaan lahayn waxaan moodaa professor Ibi qof jaalan jigray meesha ma muuqato waana kulli xogogaalnimada iyo aqoonta uu leeyahay waan jeclaan lahayn marka dawladdu ay dooduhu ay u noqdaan kuwa dheelitiran in qof lamid ah oo xogogaalna waa dalka iyo arrimaha ka jira mucaarad ah laakiin in la keen
صاحب كان مركو شرح أيوة ويري دت كان مثل وارونتيس ودياس برا لكن هو يرى دنا بورد في دارك تي أهرم جن عسيو كهلا أي هذا نوع عليه هو التحليلية السياسة ده وكهما اسمه قبته مركو واجع على له باش إن حواجع نقطة دت سياسة ده أقارن أقوله ويا رجنا ما أقوله أنت دولة محيط قبته تاسع ربعانية دنيار ده يلمت كأنه تاسع أتو سامينه because أنا جي إنت وحجرته عبد غاسن إلى دولة ده فرماي جواي عبد غاسن دولة دي سو لما دين كرمال حفيز وزير حفيز لا يمجر كسو جود عبد الله يوسف أمهارا نقول قل قلنا يصير دبعة نقول جرت قحية رفاه نقول جرني شيخ شريف ياس واحد وقبطي ودن كدارش يعني كدعه ومهدي كجارته حس شيخ محمود إنه سوشيال إنه شقية مانت اللي يقانه وبنك كشقية إنه وزارة مالية هنان مالية كشقية واحد وكانه واحد صدنا مالي سو جرسي مانت وحي وها كسي غروح بدن دولة ده هذا تاعي وحيابها اللي إنكيرن كروحها كمذا مشارات كشقة لها إذا ما ذحوك إذا ما جودهن وأي هراء أما بل أما لا بل أما سدح بل كم غنى جرت ما دي عن تاريخ حال سنة ودمان وحي دولة وشقين مشارقتين قلب كل بعض وحي تاعنا حقيقة كم حياة لا بقول هذا نيرة كبدن وحبسية ده دباتو جرتوا قاركو قاحة وقول إنتي تيبشو ما أنت إنت لقى سوق هذا دلك سومالي يمدين سحرية دك جوعان مركي جران كسر دقي إنه ولا بدارك أي إلهي أيه وكم هذين يقولك كسر جودي مركا كل إنك استقف كستوك شقيسة ما هذه كجرت أيضا وقبض كدولة وحربا دوت سيء معنويها لدت كمش فري يتيم كان وحي كترجمة يعني وحال ربا إن بلشنا نقدم بيسو دقي سنة وح وحتر كرو ما أنت روح وحل إيه وحن لقاضي وحن كل اللاعبين بزيد سواشير ووين ما أنا حس عدد ما أنت أنا كده دقي سنة إلا بس عمشان قفري يدل قاضي فضلا أنا قال بده غسيد حد قال لي هاي سواشير ووين ما أنا لكن ما وحيا بي ما مد مهم كواحد سواش هاي سواش أنا قلنا حللنا يب يو كل رجع أنا أجوجا هاي سؤال سؤال قبتي ترايق أقوى دقي سنة سؤال تا قبتي سجد حسنا ما سنت هاي مش واحد من الضوضة كقريب غاتو هذا أنا قلدانين أو أنا اللي وصل قلدان تيم كل وصل قلدان كمل هين وحنج على الله هاي يعني إبي أنا ويدين أيو أنا وحنا والله هاي الصوماليات عدالة ترد تبانيه جدي جاي ذيك كرسورك وحو لفظ دبروية هاي أساس ك يحقق جد يحقق اللي هي عدالة الصومالي بروفيسور محاورته جدي جاي ذيك كرسورك إن لا سمعيه waxaa kale oo jira baarlamaanka shuruuc badan ay jirto baarlamaanka laga rajaynayo inay sameeyaan maxay idin ka hortaagan shuruucdaas waxa kamid ah hadda ayaan dhaweeyto arintii dhacday qalbiga hoggaan waxaa jira sharci isu celinta xil baalki la yiraahdo maxabiista sharci ayaa jira baarlamaanka laga sugeey ma sameeyaan waana dastuuri marka sharciyada noocaas oo dhibaatooyinka noocaas oo dhici doono looga gabaad u noqon laha maxaa hortaagan inay sameeyaan marka waxa haboonaan leh dadku inay saddex dowladood hay'adood oo dawladda ay u kala baxday inay si fiican u kala garanayaan cid kastana meesha qusaysa in wax laga weydiiyo ay maartay ay haboon tahay mid waxa rabaan ka hadlo ah wasiir xilma loo magacaabin kara ma la laga qaadin kara asaguna ween ha waa laga qaadi kara oo loo magacaabi kara sababtoo ah legal agreementiga marka laga hadlayo ayaa waxa jira in uu legal agreementigu marna ka yimaado hal daraf marna uu yahay two parts iyo wax ka badan marka wasiirka in la soo magacaabo waxay noqonaysaa legal agreementiga mid ka mid ah oo hal daraf ka iimaanaya marka haduu asagu uu maareeyaan markii jagada loo magacaabo uu ka cusleysto kadib waa laga yaabaa in magacaabid kala tiimado laakiin marka hore in laga la tashto way wada furan tahay waxa weyn hadii loo baahdana waa loo magacaabi karaa taasi waa legal agreementiga ka mid ah marka hadaan u soo gudbo dawladda waxay wax qabadkeedii dawladdu wax baan bay qabatay inta soo kun oo waxa weeyaan boqolaal iyo xabsiyada ka soo deesay waxa weeyaan ilaahay ha barakeeyo waxa weeyaan waxa kale oo sameeyay system kimaaliyadana way hagaajisay oo Soomaaliya waxa ku taagnayd
شن بليون أو العكبون هذا واحد مرة سا هير ودمت الدين الصومالي كل أي رادين سيستم كد مالية دولة الصومالي أي سماي ستي يا أخلما إن لقى في الدين تلوها تحسين واحد خواتي كم تاعي وحكولي كم تاعي إني دش يسوا أي ربارة دي دكديه يوح ولا ما دش يسوا تحسين واحد خواتك دولة دي كم تاعي مركا واحد في عن قفكو سيد سبا مركا لقى هاليو واحد خواتك دليشة iyo wax qabadka markii la isbar bardhiga hadii ay badan tahay wax qabadku dalishu ma in arbay noqonaysa waayo xildhibaanada golaha shacabka iyo golow aan dhamaa ku dhigaysanay dooda de waxay noqonaysa hal darfe ay noqoto ma fiicna waxa weeyaan markii laga hadlay xildhibaanada ayaa waxa la yiri waxa ku kala baxaan codka fiito waxa la yiri waxa loo sameeyay codka fiito waanaad garan karto hadii ma taqaana dalishu ay yar tahay in ay dadku fahmi karaan horumarku inuu badan yahay oo ay raacaan marka su'aashiidan u soo laabanaya سؤال شيء ده واحد تهاي حاول يديني يا تتك دليلها وش وش كذي دوله ده أما ده كحاول يديك رو معارض كا وحاول يعني معارض كتسيدي سبا وحاول إن وح معارض أو وح ونعكسن والدولة دونا كمتر لكن وإنه الشجع إنه وصل أورن سدان يا سدان يا سدان يا سدان باخلدن لكن هو راعية وحان يا وحان ويا وحان اللي جوب بدلي كرا وهابون أنا ما سنتي هذا ما سنتي وأكسو قبل كبيرنا أن سؤالك كواد أن محوها وسؤالك يا أحمد وح أوت المامي إن أرنتوا أيضاً ودوين لاستعجاهن لكن ما رب هذا نوعه من الجامعة هذا لجحر حري مركا أرمهاس أيوك هلا ودوين كحرين ودولد مر والبا مر الحيران أيو وحيابها سو أيوك هلا إن أيو إن لما جاء ها أيو إن دد ياس براءة مركاس مر والبا اللو ديبو حلالك أما وسيردا هذا أما نتجوين ككلا هذا ما حد ذاتك مواطنين تها أو هلك محكوم برتة وحلو جودي بلا أي هاي هي إب هي شو أيش أسمع كسي أما أنت أنا هو ما أسمت هاي وأنا في عن تاعي لكن هالشيء أشاجمه وحنو مرينا العجاء محكوم برتة قريب كم دا ذاك دياس برضه خوص ودرا أمرا ما أبتي أجره ما هي أجره ما إيه أجره أم هذا أجره ما هو كذي يأجره وذاك وعصاقه شط الضوء بقول سجاشن يلح مليون با سي ددبن سيدو اغران كان اندريت كوسو غشا او كاتيما ددبد مريكان كلي حد لا شيغا متقانا بنغيدان امارات العربيه ام السعوديه اما كراستان الصوماليه اي كو غراسوت لاغاس وخي كاتيما دا صوماليه جاليده ديبد نو جيرو من امريكا يوروب الى استراليا ايميل كسو اي جوغان لاغاس وا لاغاه دلك لو غرو دساي امدان دي ديباتده بدو كو دخي لهدا كتبت لكن هل سؤال كوريس نينكاس لعدس انت انا شيغين ما حا كو كلف انو اد محاورة أو كقحي دلكيس نبقى قحي سما دجال بعدعي دجال سقيا دعي عيالك الكه قاطي وابحي متبع قرء قاطي متبع عيلة متبع نبي الصوحة العين الله نبين أي سيري ومتقن ومش كمل ولا قلت إسكا جبح وحبو الصواب برتاي محاضرة من قطك شلها هنوصل نقول بركان أنا جون ما دايسا أنا هذا لبي تونس أنا كه بقرة ما هي سجال سنة كه بقرة سجال شكي يكودي عم بحي سجال جديد دمط أقسم نقول لابد يكون عنك قيم قاتي ذكي أود عرفت صور لسان فجري فاين هذا أنا بيع لهن دبل مصر بس مايين هذا أنا بيع لهن ما تقول حيا ما بدن أوه يا ربي ثانية قلبي وان كان لأنه وآه إذا إكسبيرس بدن صاحله وأن دوله أسكر سكوش قين عيان أن ذلك يكوس زائديو ما كيناي ما سمين كرن مركا إذا كانوا وراكسنتين وقرح جوج باتين ذكي دبل ذكي منه ودي بتجوج واي دي بعتم أنا ما قاعد أكل بدل هنا كاسر هذا ولا الكاي أنا ذكر كاي أنا بتيجا ينادي ذا جاي وسأله كحسي ما أنت صور نقدي مركل لبعض الجعبة حق بقول لي ذيك الصومالية بركي دستور كا أيام وحن كو قرني أو هذا قادرني ويلك ألاسكا كلاش يكون كلاش تسمينيا ما قرنا تسمينيا أستراليا زما أيلاند جد ألاسكا ما قرنا كيس كذا كله أيام وحالي هو صومالي هدوب أبي صومالية هو يدل ما نيه هدوب أبي صومالية هذه مرة بلقريس سيتيزن شيب كهذه الأقراض إن الصومالة هاي حقوقها كل هذا ذلك إن لجوء مجابي كرجال الله لجعل كعجها بون أدق أيش تاس وأكيد جواب وأكيد جواب بيت الوقت أو أبى تقارن ورالك يا ما ورالك كان أكهلي وحد تي خد بد مدح وينها إن معينا فرماج مركو مشرحي أها وجدي أو هيت ماركتاي إن دو دادو كل لجوء دليل تري إن ودوي كي حيران برام هذا أنا أقول سو رأوك سو أسير ربو شيء على قولديس مدعونا وعيري بركاني دورش بركان ربو وين هذه أكوراشات كذا جلوس بقى كجوئين حتى أدرس كجوئين سيدك عن خود رزيو بركان دكوا أركاشات كذا بجوئين بقى أنا بقول راين مكتئ بركان قفكا واحد اللي إذا political campaign هذا كله كلا صار في عن political campaign
أنا جو حرب ما كسر جلها ما كان يبى ده لك حقيقة ده كنا معي ديجرين وما ما حول أصوماريت ولا كان زبي عنو يقنا أورنيزي دمر محليري بين الروس والجليا خرنا والقناع أنا ما ده وده شيء يقول رسالة رسالة وانت كمان كسياسة السوق جلست وأنا أكثر أنا تروح أنا قبنا كنا قبنا كنا قبنا لك هذا قبنا كيرين لك الله بالبرب ده حوير النقاب واحد كقبنا كرت جارسي هو عاد واحد نور عاد حسن عاد وشيء جايو وقولي هاي ودوك وال حري وحد عكس ممكن مدعوين أساس لها وحأم مغتي إنه عيدك لسه إلا تلي جود عيد مذوق إنه واحد بدنا أم مغتي إنه سمين عيو جدك أوفر عيو أن لو حرين لسمينين لكن مركي جدك وأرك إلا جسوا جلايو وبلاي باصر نال على تو وده حريصن يكوردي يورش يقبلي ينقل لين عيان وح خصم نقطة إن جدك اللي نبرها الأسطورة أنت أكيد جارين أودا تكنولوجيا نو أقولاته إن رنتي 14 أكتوبر نحدين بدنا بينا زما نبى هذا كشيء غريب يري الدنيا بيلك على ماله مراكنك وول تريد سنتر من هذيك وين رجعت 3000 على مات صدق كل أمريكا أي وول تريد سنتر هل بشر زري ولا بقى حيو الباب إيه وحيد ما إن أمريكا كلها ما بعده الدنيا كورنا ما يجري it's impossible مراكنك إذا ما أو سربيلين سياس نو أصلها أي واحد كل عن هالمر كل عن وحيرت إلهي قدرها الفيري كلما قدر الرحمن لا مفعول حتى أنا إله لنا واحد ونبي واحد وأنا قويين الله سبحانه وتعالى أي أود إسكاله وحد دعاء واحد ما يمكن إله السوق على سوى جديدة ما إله جديد يروح عرب الله سبحانه وتعالى إسكاله بعدة ومعشها هي بحدة إله ما إسكاله بس ما خلدناه وعربنا واحد واحد إله حق سكوي مدواي ويدعى يان ويندو قرنتاي الله هذا النوع وسين دوره إن ذلك أنا تقولات عن دوره أنسير أنسير وأقول هو أقول لما أقول عليك ليه ما دام هذا حريص ما بقلب ولا بدي بيع على سير ما أحرم ما حرك ما حرك هذا هاي 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 على سير على سير أنا ما كنت وين هاي كنت وين هاي أنا كدياس برا أنا يا سيلا قارنا كل جليل هاي أرن كدياس برا يركس نيك دلني يرد سوء هذا لي إيو إبي بيشو أنا يوم مغبوين إسلي ماشي ما هو دياس برا سومالي ما هرم مدي هذا يقول لك تبدأ ما هاد يورب يمتك ما يمتك الله رأي شرع مسيلة ما تيجين أنا تيجين هاي استا شرعي هاي هاي أنا تيجين أنا استا واقع مركا واسكب سو باسوق وحاس موكته وحقه كيبت هاي دياس برا أنا جا سومالي ما هرم مدي waxaan leenahay waxa weey war diyas baro wuxuu yaqaano loo diibo wuxuu san u qoon ya loo diibin diyas baro haq aan dadka wadanka jooga lahayn ya la siin waa isku xaq labadood bal hadii cid xaq la siinayo qoladii joogta leh mid kale aan uga duwanahay waxa weey diyas baro lama qaxinina ayga qaxay hadii wadanka dib ka dhacayna ayga ka dhigay markuu dumayna ayga dubiyay markii dambe la is dilay xoolahooda iyo raayigooda iyo wuxuuda la isku dilay markaan intee iyo qalbiga waxa markay yeesan anaga yeesan anaga isaga keen dhigin xaqi xaqa waxyaabo badan si xaq u lahayn waa loo magacaabay ee waxaan leenahay dawladnimada ay ku dheeleysaa ayaan loo magacaabay taas waa taas wadooyinka la xiraayo aan islaay horta dawladdani waa dawladdi ugu roonayd wada xirid haddii si jirto waa jirtaa wadooyin waa xiran yihiin anigu marna ma si bood garaynayo wada la xiray dhagax inuu ammaan sugayna ma aaminsani waxaan leeyahay dawladda haddii wada xiran tahay oo shacabkay ka xiran tahay waa inay furtaa hadda halku dhig magaalada ee waxa socda ma taqaan waa inay la leeyahay hadii meel xiran tahay mar ra'iisul wasaare baa ku jir mise madaxweynihii baa ku jir ayaa la leeyahay marka sidii taas ما تاسع لون بهاي إلا يريادو فيري إلا يريادو ولون بهاي هاي ووي هذا يعني كاد لي ديو صعيب كان وكاد لي مكته معارض كنا لما بدي درا معارض كسيدي سبع وبرايد دي قشك إلا سكت رال ربع هذه ولا الكي وأنا جي يريادو على زيك وسيد وقص عض اللام يقول جوي وغلط أي نس أي نس ساعة هاي تبري مركان جويني هو أنا اسك مكته تاسع واحد بمالي لكن عوي سوامري وسوامري dowladda maanta jirtana waxaan rabnaa inay hor u socoto haday hor u soconaysana waa inay sidii hadda shacabku ugu dhowdahay ugu sii dhowaato waxa shacabku rabana waa inay ka turjunto aad baad maasataa wayay qalimow aan aad baa lagu soo qaatay waxaa la yiri cadeymo ma haystaa la yiri wuxuu ku dhegan yahay la yiri meel cidla wuxuu ku dhegan yahay la yiri ibi iyo nimankaanuna waxbay soo qaateen dib u heshiisiin soo qaatay
هوب يلا تقول كدر سوى وهو كدر سوى واحد بدل لكن هذه ولا عدل ما هي ما هو اسمه دولة ما هي دولة ما بحاجة ما هي ستي مية ما هو سحيسة ما هو سحيسة ما هو سحينا وهي عن قبسو من لكن لقبان كرته وحن ربيعين إنه جد جواب ولا الكي يري ده كدياس برضه يا بريوريتي للسياع شقوين بحنتها هذه هي ده الدولة أما قوة ما ده بنان أي شق دونين إني دادو قاتان موحي سو قران وح ثمان جاجا يا نجا بنان قف والبو فرصة داس هلي كرا أما كسب بيح كرا شهادون سيفي ذي نكنس ده ميرهدان مزوع يرهدان ضد كتياس برا ده كم سو قيب كلي كران ضد ك ودن كروس يجوي ياد ك مزوع يرهدان يا فرصة داس كلا أو إيمان كرا هدي مركا ثمان كقفود أي كقول است أي نقدان كود دبده كييمد هدي وحاسي سي أقانت أي لحين ما هي تياس بري كييمدهم كم هلا معلنك وح صحايا ما أوجا كان دي بدك كييم ده الماسبور لو ما حرام ما يصير لسكيب كان زوي لكن هذي تاو حواي مش ما شغال هذا دول دواينا الانسا لكن ضدك امتحان كقاضي مركي امتحان كصحيح ضدك كان بيدسكا ماشي صح هو كسوق شباب وحي وحي ليش ما الكاس ما كيس شذا تاسوا جوني لكن هي أد أما قلقون هذي واحد عدالة كنا خميسو أي رهذان كان صدع سي فيين سيدافران معلمين تي أما ضدك صحي امتحان كاس أمريكا على كلي أي صحانة إلى هاي نصيب وقال لي قط طبعاً دي بدك تهمل مع دار الدرع إلا وضني يدي كم يحكي تدي أنا كنا وضني أنا هاي أدور وضني أنت هاي دب ها مرك ما أرجعت كي يقول ما ها إن ضدك سي جو وضن كيان بريوريتي للصين هو دي بدك جرينا الله حق لي ما لكن وحن لا هاي سي قفك صح أو شقده صح أو هلا right man in the right position إن واحد بالله ترتمو مرك هدي طبعاً كهلاً هو أركين إني دمت كي بدين إني كوه هلا إني أدو أعرف تو إني كهجف في عينه وعليه أنا فرصة كلا أدير الدنتيد مركل أو شغل السود الجول اللي جرادو شغل هذا اللي يماد إيه هو أركين عاد وتنمر اللي يقول عليه كان صح يا كم هو بين دمت كتير وهكذا كان مكر الدون عني هذا we are two Somalis future كان واسكو ميت لكن قرار كي أم بحني أو سي في كان جيسني أي على جاي أنا كهجف في عينه that's why أنا شغل أوه هلا بس هو كي لقوا محير هذا ما سته واسوق بقولي ما هاي يقول لابن تضبيط تبغى تدق مية حمر إكسام مليار هذا كسيرة تضبيط تبغى تدق مية حمر مركو هذا تاريخ ده مدعى أنا أملاينا إن ويل قرط كل شيء إنه عبد العزيز كان نقد قدومي دق وسمع أنا متوقع شيء نعرفنا مركي لو كذي ما هو كذي وكذي ما يكون الله يبا ما حمر هذا كان الله هذا تضبيط تبغى تدق مية إلا ما جعابي هذا كريم هل نين أمي هل نين أدياس برا مكسر دعسار زار مايا ما نسيت هذا مايا ما هو كذا كذا مايا أنا أكو سعيا هل نين تبغى أكو أكو شيء بحر ما هذا تضبيط تبغى أن له هذا وشان مايا سافر الله سافر الله ما زين ما زين وريك له دياس ما كذا دياس برا مايا سكت مايا أكو سعيا شن قالني وريك له متقن عبد العزيز بحنا بتقنا وحال عاد ما يروح نقول لي مرة وركيلي مدينة حمر ججب إيش ماشى أفرط حبا في الرسالة بحربة يا رسول قاضنين هنروح ربعك كويل ك أو كل تقرابة تير حمر دلنا جوا والله ما جعابي جودي كوه قبتي وحنا لبسي واحد ميرت وحلاه كوه ما يقنا بدو ما يقنا حفظ ما يقنا إذا كان إن شاء الله تعالى وهي لسان بدو إن شاء الله تعالى بدو لسان نبدي نبدي نقول لنا نسمع هذا ما ستين سيدا قروح ده بدن عاوة برنامج كا إن أنا وقاعد قادني أنا وقولي بعد يوم هاد علينا يا وقتي قالي قاه أهورين إن سياسيين تا يا قوي هندا حد ما كبرلمان كسومالي كترسن خبير رنتي سيدو هاد لا هي أي كفها مكرتان ين أو خبرت بدن لي هاي من معلن مو مت سياسات ولي حلبان مدينة دوري جزء جزء جري سنة كسوة سعد إنه بنيت دورنا أمر إنا لباتني إنه قرية ساي إنه وريجين دور وياي وحلبان عبد الرحمن إن حاجي آدم إبي وأدو حلبان كم تسي هاي إن علي محمد إن فارح علي سيكو حلبان هروية إن رنتينا هدنا كان بين بوكشيران أمر إنا يا هاي أفينك أفينك قرنك أفينك قرنك ما هي نوحوها هي وعن كلو هذاكم هنا يا محمد نور أنا قلمه محمد نور قلمه مرد أيو يمد لندن أيو تشوجي يودم هذا سرب وكيف قاعد ينجر برامج هذا السياسة ده أيو هذا وكيف قاعد ينجر
marka xamar buu yimid kulliba waxa markii aad buu maasay yahay dhalinyaradan wax soo baratay oo jaamacadaha qaarkood masterkayiin ee dhalinyaradan u jeedina ay weliba nin waa yar yahay nin aan jaamacad ka baxin marka sidaan u soo xulanay inaad ka adkaan garan kartaan daawad yaal waxaan u mahadcelinayaa farsamo yaqaan Caylaawe Faarax UK Cabdirasaaq iyo farsamo yaqaanada kale ee caawa halkan jooga oo uu ka mid yahay fiidka Catoosh waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa farsamo yaqaanada studio telefishinka Soomaali Cable oo ay ka mid yihiin Cabdisamed waxaa kaloo ka mid a Maxamed Yare waxaa kaloo ka mid a Bashiir Bocor oo runtii sida quruxda badan magaalada London inooga hagayay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu